بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده هقول لكم موضوع مهم قوي، ان هو كرونيك رينال فيلير، ان هو حاليا بنسميه سي كي دي. يمكن انا قصدي اجيب اقول كرونيك رينال فيلير وكرونيك رينال امبيرمنت، لان ما زال هذا الترم موجود في كتب قديمه، وما زال كثير من الميديكال بوبوليشن بيستخدموا هذه الترمات. فانا جايب اول شرحتين على كده، انما بعد كده هنظبط اسمنا سي كي دي. هو أهمية الموضوع ده أنا بعتبره موضوع مهم جدا في النفرولوجي. يمكن سبق أن أنا قلت أن الجلوميرولونفرايتس هي الكور بتاع النفرولوجي. برضو الكرونيك رينال فيلير أو السي كي دي ما هوش الكور، إنما هو بيمثل شريحة كبيرة من العينين بتاعتنا، وبيمثل الشيء الكبير اللي كلنا بنخاف منه وعاوزين نبعد عنه. العينين بتوعنا ما يوصلوش، وإذا وصلوا نعرف إزاي هاو تو مانج ذيس كيس. إذن موضوع النهاردة مهم جداً، أن هو Chronic Renal Failure أو CKD. طيب نبتدي، هنقوم نبتدي أول حاجة، خلينا نتكلم على Definitions بتاع Chronic Renal Failure. Definition by Definition بنقول Chronic Renal Failure or Chronic Renal Impairment، ده كان ترم برضو قديم بيستخدم، is a progressive، وكلمة progressive دي مهمة جداً، loss of kidney function due to progressive damage of kidney tissue by a disease involving the two kidneys. هنا في كذا نقطة مهمة، ان في progression، ان once ان في عيان عنده CKD غير acute kidney injury. Acute kidney injury is regressive، انما هنا is progressive. يبقى العيان بتاعي يبقى عارف، وده مهمة جدا عشان مبقاش فيه مفاجآت في المستقبل، يجي يقولك بعد شوية ده الكرياتين زاد، وانت بتقوله by nature CKD أو Chronic Renal Impairment is a progressive condition. تاني نقطة، وإن إحنا دورنا كclinician is just to slow this progression and prevent complication. تاني حاجة في الجملة دي كلمة two kidney، لأن for renal failure to occur أي زيادة في الكرياتينين معناها two kidney are involved. لو عندك one kidney only which is affected، now you are dealing with a case of let us say poor or non-functioning left or right kidney. You don't say chronic renal impairment or chronic renal failure. So it is two kidney disease. ساعات في ترم تاني هو اسمه end stage renal failure، هتلاقيه بيستخدم، أو end stage kidney disease. That is considered when renal failure is so or renal impairment is so severe that the patient cannot live without dialysis or kidney transplantation. إذن في ترم failure impairment، بس كلام غير دقيق. يعني عن أبو كرياتين 4 وأبو كرياتين 6، لما تيجي تتخاطب مع زميل ليك عن قرب أو بعد هتقوله إيه؟ renal impairment ممكن يبقى 2، ممكن يبقى 4، 5. عشان كده حديثا ما عادش الترم بتاع renal impairment و renal failure ده بيستخدم، أصبح الاستخدام هو in chronic kidney disease أو CKD. بنقول recently the term chronic renal failure and chronic renal impairment have been replaced by a new more accurate term which is chronic kidney disease. هنعرف بعد شوية يعني ايه accurate defined. فبنقول CKD is defined as kidney damage for more than 3 months. يعني لو في kidney damage within 3 months it could be reversed، عشان كده بنسميه acute kidney injury. انما ما يعدي الثلاث شهور unlikely انه يرجع للنورمال تاني. احنا خشينا دلوقتي ان السي كي دي with or without decrease in GFR. يعني ممكن واحد يكون عنده كيدني دامج وعنده بروتينوريا وهيماتوريا والكيدني فانكشن كرياتينين از نورمال، ايفن مور ذان نورمال، زي في العينين الدايبيتك. اذا ممكن يكون الجي اف ار نورمال وانت عنده سي كي دي. This damage could be structural، انت ده detected by biopsy، انت في kidney damage موجود، او by radiology، انت مثلا kidney small, atrophic, hyperechoic، فيها stone، فيها tumor and so on، او structurally ما فيش حاجة، there is functional defect which is determined by laboratory assessment، زي انت كرياتينين عالي، serum كرياتين عالي، انها بالراديولوجي كل حاجة normal. في بروتينوريا، في هيماتوريا، طبعا الحاجات دي لازم تكون مستمره معايا اكتر من 3 شهور.
Also, CKD is considered when GFR less than 60 milliliter, 60 milliliter per minute per 1 point, sorry, that 60 milliliter, right? Milliliter per 1.73 square meter surface area for more than 3 months. With or without kidney damage. يعني ممكن واحد بلتقى الراديولوجي كويس ما فيش بروتينوريا ما فيش هيماتوريا انما بيرزيستنت ان جي اف ار واطي اقل من 60 بير 1.73 سكوير متر سيرفس اريا فده بنعتبره سي كي دي. يبقى فهمنا السي كي دي. طيب هو ادق من رينال امبيرمنت وفيلير ازاي؟ هنا عن طريق ان احنا نقدر نقسم العلم بتاع السي كي دي ل 5 ستيج. بنقول ادا ستيج 1 2 3 4 اند 5. طب بناء على ايه؟ بناء على الكلاسيفيكيشن بيزد معتمد على الجي اف ار سوري هنا لازم اقول ايه استيميتد جي اف ار از بروبوزد باي ذا ناشونال كيدني ديزيز اوتكم كواليتي انيشيتيف اللي هو بنسميه كيدوكي جايد لاين. يبقى كيدوكي جايد لاين دي قسمت السي كي دي 5 ستيج بناء على الاستيميتد جي اف ار والاسترويد استيميت جي اف ار يعني باي فورمولا وهنا غالبا بنستخدم الفورمولا ام دي ار دي فورمولا. طبعا في فورمولاز كتير يمكن احدث منها الابيديميولوجي ايكويشن فورمولا انما ده الام دي ار دي فورمولا فحسب الجي اف ار. لقيت جاي عيان بنورمال او انكريز جي اف ار نورمال طب انكريز يعني ايه؟ زي عند بتوع الدايابيتس في الايرلي دايابيتيك بتلاقي الاستيميت جي اف ار بتاعه اكتر من نورمال. ومعاه ايه؟ سام ايفيدنس اوف كيدني دامج قلت عنه مثلا بروتينوريا هيماتوريا او في هيستولوجيك تشينج انما الجي اف ار احسن من نورمال يعني فوق 90 اباف 90 مليليتر بير مينيت بير سكوير متر سيرفيس اير. ده هيبقى ستيج 1 يعني عين كويس جدا ما بشكلش من اي حاجه واحنا في الامان قوي. اما بيزيد شويه بنسميه ستيج 2 وبنسميها مايلد ديكريس في الجي اف ار. مايلد يعني ايه؟ يعني اقل من 90 داون تو 60 مليليتر بير مينيت بير سكوير متر سيرفيس اريا ثرو طبعا ام دي ار دي ايكويشن اللي تقدر تجيبها من جوجل. طيب ده مايلد ديزيز. لو ان بقى ستيج 3 ده مودريت كيدني ديزيز هنا بقى جي اف ار بتاعنا اقل من 60 داون تو 30 يبقى ده ستيج 3. وستيج 3 ممكن بيتقسم A و B لان ما وجدوا بالنسبه للبروجريشن في ستيج 1 و 2 ونص العيانين بتوع 3 اللي هم النص الفوقاني اللي هو من 60 ل 45 فهنسميه 3 A ده البروجريشن فيهم بيبقى بطيء انما بعد 3 B البروجريشن بيبقى سريع. فدي أهمية إن هم قسموا 3 A و B أو A و A و B ماشي. بعد كده ستيج 4 خشنا بقى جامد بقى ده سيفير رينال امبيرمنت بقى في ديكريس جي في ار تحت 30 إنها ما زال فوق ال 15 ملي لتر بير مينيت بير 1.73 سكوير متر سيرفيس اريا ام دي ار دي فورمولا ده سيفير ديزيز. أو لو تحت ال 15 بقى جي في ار تحت 15 مليليتر بير مينيت بير 1.7 سكوير متر سيرفس اريا ده بقى ايه ادفانسد. وهو ده هو برضو بنقسمه ل دي 5 و 5 دي. دي يعني اختصار كلمه دايلس لانها بتاع عيانين الاستيميت الجي اف ار بتاعه تحت ال 15 يعني تعبان قوي وعنده اعراض وبتاع انما في بعضهم تلاقيه ستيل كان سرفايف ريزونابلي وريزونابلي يعني بيقدر يروح ويجي بيشتغل شويه يقدر ياكل يشرب عنده ابيتايت ما عندوش ديسنيا فتيج مش قوي ما there is no indication of dialysis. انما في عيان من نفس المجموعه دي الظهر قوي وده بتتقال استيميت جي اف ار اقل من تحت السبعه مثلا واضطر يغسل فده بنسميه 5 دي. اذا 5 ممكن 5 و 5 دي. يبقى هنا لما تيجي تكلم واحد زميلك تقول عيان عنده كرونيك رينال فيلر يعني ايه يا عم؟ ما هو يعني كارتين قد ايه وضعه ايه او كرونيك رينال امبيرمنت كلام هيزي. انما تيجي تقول هنا بقى عيان اي هاف سي كي دي بيشنت ويز
ستيج 3 بي عارف، ستيج 4 عارف، 5 دي، يبقى هنا في الديسيجن او بريسيجن واضح. ما نقدر نوصف العيانين القصه دي بقت واضحه عن زمان، اما كنا بنقول رينال امبيرمنت ورينال فيلر اند سو اون. طيب الشريحه دي بتتكلم عن انسيدنس اوف كرونيك رينال فيلر، ات از انكريزنج نوت ان اور كانتري اونلي بات وورلد وايد. ده في احيانا ايه السبب، حوارات كتيره بتجري، انما اكيد one of the causes environmental pollution. احنا عندنا في بلدنا environmental pollution واضح قوي، انما برضو it is worldwide. يمكن لو كده اقول لك مثلا for example one of the causes of renal failure is heavy metal and one of this heavy metal is lead. الليد اما شافوه في الموميز بتاع الفراعنة فيرو موميز موميات الفراعنة وقارنوه بالليد بتاع الاجسام الناس حاليا بيموتوا دلوقتي، وجدوا ان الليد بيردن في اجسامنا 200 تايم مور ان انشنت ايجيبشن. ده يبين حجم الثوره الصناعيه عملت بهدله وبوليوشن قد ايه. فانفيرمنتال بوليوشن ات لارج لاسبابه كتيره قوي، هيفي ميتال فانجاي، ده موضوع لوحده او مواضيع منفصله، انما تدهور البيئه ادى لزياده الكرونيك رينال فيلر، انوت كرونيك رينال فيلر اونلي بات اولسو وي نو مانيجنانسي سيروزيس اسيركلوزيس، سو ات از جلوبال هيلث بروبلم. اولسو دراج ابيوز، لو سالتني العينين بتوعك قابلت 10 عينين امبارح باند ستيج رينال ديزيز او سي كي دي ايا كان الدرجه بتاعته، اقول لك كان منهم 2 من كل 10 في 2 او 3 از كوز دي تو دراج ابيوز. دراج ابيوز المشهور قوي عندنا هو النون سترويدال انتي انفلاماتوري، لان للاسف العينين يا اما هابيتوال يوز او في دكتورز بيكتبوا عين عنده اوستيوارثرايتس عنده ديسك وفي ميستيك كبيره قوي يقع فيها حتى ايفن الدكاتره اللي بيعتبروا ان كوكس 2 ان كوكس 1 هي النيفروتوكسيك وان كوكس 2 از نوت نيفروتوكسيك. نو بوث ار توكسيك. يمكن ان كوكس 2 ما هياش جاستريك توكسيك بات ات از نيفروتوكسيك. سو دراج ابيوز از وان اوف ذا كوزز اوف انكريزنج incidence of CKD. There are of course many other reasons but this is not the time to discuss this issue. Now we come to the etiology of chronic renal failure or CKD. Primary glomerular disease طبعا بنقابل عين بتوعنا بتوع ميزانجو كابيلر جلومرولونفرايتس بتوع فوكال سيجمنتال بتوع كريسنتيك. وزي ما اتكلمنا في الجلومرولونفرايتس قبل كده ان كتير من الامراض دي بتنتهي برينال فيلر سواء بعد 5 سنين 10 سنين 15 سنة. يبقى من اسباب السي كي دي برايمري جلومرولونفرايتس ديزيز. برضو كتير من الانترستيشن ديزيز بتشارك بجزء كبير منها واسبابها معروفه زي النون سترويدال زي ما قلنا ابيوز النون سترويدال، هيفي ميتال انتوكسيكيشن مشهوره قوي، الهايبر كالسيميا سواء ديتو ابيوز كالسيوم سولت وفيتامين دي ميديكيشن او اني كوز اوف هايبر كالسيميا ساتش از هايبر بارا اور مالينجنسي. اولسو هايبوكاليميا كان كوز سي كي دي اند ذس كود بي ديتو ابيوز دايوريتكس، عيان عنده اسايتس عيان كونجستيف هارت فيلير ما بتدوش بوتاسيوم سبلمنتيشن او عيان عنده هايبوكاليميا ديتو اني كوز انكلودينج رينال ديزيز. If not treated, it can end by CKD. Take care of this. لأنك أنت ممكن أنت as a doctor, you are the cause of CKD in your patient. Take care. Renal vascular disease, vascular ممكن يكون artery أو vein, زي مثلا renal artery stenosis أو renal vein thrombosis. But take care, it should be bilateral. أو unilateral في patient with symmetric kidney. bilateral renal artery stenosis ده ممكن نشوفه في العين بتوع advanced atherosclerosis، ممكن يبقى atherosclerotic plaque bilateral when plaque increasing by time
عشان كده دي ممكن من اسباب رينا فيلير او سي كي دي في الالدرن. او رينا فينس ثرومبوز ديو تو ديهايدريشن نيفروتيك سندروم زي الممبرنس والمينيمال تشينج او المالجنسي اند سو اون. كرونيك بيلينفرايتس بس اجين it should be bilateral chronic pyelonephritis أو unilateral في عيان solitary kidney solitary function kidney. طيب في أسباب أخرى chronic urinary tract obstruction, but here obstruction to cause CKD it should be lower. ولور نقصد إيه؟ يعني تحت الليفل بتاع اليوريتر, يعني في مستوى البلادر والبلادر نيك واليوريسرا, ده هيقفل ناحيتين. إنما لو unilateral obstruction it will cause non-functioning one kidney سواء left أو right. If upper it should be unilateral bilateral أو unilateral في عيان symmetric kidney زي ما اتفقنا. وطبعا احنا عارفين إن obstruction بيؤدي infection والinfection ممكن تؤدي obstruction, فنمرة 4 و5 دول بقوا مع بعض غالبا. Collagen disease autoimmune زي SLE polyarthritis nodosa ممكن يعملوا كيدني دامج دايركتلي. الروماتويد ممكن دايركتلي او اندايركتلي عن طريق الدراجز اللي بتتاخد النون سترويدال انتي انفلاماتوري في انا عنده روماتويد, او بياخد مثلا بنسلامين, ممكن بنسلامين نيفروباسي او جولد او ميسوتريكسيت. كل دي ادويه بياخدها عن طريق الروماتويد يجي لنا بالسي كي دي وبنشوفها كتير. عشان كده لما بيجي لك عيان روماتويد لازم تفر الدراجز اللي بياخدها وتدور على اي توكسيك دراج وتكسكلود عشان to resume some of kidney function. Metabolic disease زي diabetes mellitus ونفس التاني, كل ما الميديكال كير بتبقى advanced بتجد ان العيانين بتوع diabetes بي survive more وبالتالي بيشكلوا جزء كبير من population. عشان كده لو جيت قلت لي one of the leading cause of CKD is diabetes, diabetic nephropathy, طبعا type 2 ثم type 1. في ميتابوليك ديزيز تانية يس بنقابل امايلودوزيس. امايلودوزيس لها اسباب كتير قوي, انما الكومن بنشوفه عندنا الاف ام اف فاميليا ميديترينيان فيفر, وللاسف العام بيبقى ميس دايجنوز على انه جاي بريكرنت ابدومينال بين فمتشخص ان هو كولايتس وبياخد علاج تلاقيه بعد يومين ثلاثه بقى كويس قوي والعيان يبقى فرحان مبسوط بالدكتور بتاعه اللي وداه في داهيه. لا ده خد بالك اما تبتاع عيان جاي بريكرنت abdominal pain begin attacks وان between الاتاك هي از اوكي, والاتاكس دي بتبقى سيفير بتقعد يوم او ثلاث ايام بتبقى سيفير abdominal pain up to انه ممكن يتشخص او مس دايجنوز انه اكيد ابدومن وفي بعضهم بتعمله ابندكس. فكر في اف ام في اف ام اف. ادي كونشيسين, في ناس بتغلط تدي كونشيسين اثناء الاتاك رونج. لا لازم تديه بروفيلاكتيك يعني ديلي 4 years تقول عن خد بالك هتاخد الدواء ده الى ما شاء الله سنين. عدم اخذ الكونشيسين او ان يتاخد اثناء الاتاك يبقى كومبليكيتد بامايلودوز. في اذر كوز امايلودوز بس ده طبعا مش موضوعنا النهارده, انما انا حبيت اقولها لان هي بتبقى كومن ميستيك مع الدكاتره للاسف ان عيان بيخش في رينال فيلر نتيجه الامايلودوز. من الحاجات الميتابوليك الثانيه الجاوت, يمكن الجاوت برضه هيسبب لنا سي كي دي ايزر عن طريق in precipitation of uric acid في interstitium يديني interstitial nephritis, أو formation of a stone causing obstructive uropathy أو stone tearing UTI, أو drugs abusing non-steroidal anti-inflammatory drugs ممكن تكون هي السبب. Metabolic برضو drug زي non-steroidal anti-inflammatory abusing أسباب الكثيرة. اخر مجموعه من اسباب السي كي دي هي congenital anomaly زي polycystic kidney cystic disease عموما او congenital nephrotic syndrome وما شابه. يبقى كده احنا ايه جمعنا قلنا الايتيولوجي او الكوز بتاع السي كي دي, والصوره دي ايه بتوضح لنا عشان ما ننساش احيانا اسباب السي كي دي اهي ادل برايمري glomerular disease tubular disease vascular disease obstruction and infection collagen disease metabolic and anomaly زي cystic kidney disease. صورة إيضاحية تمام. وبعدين شفت أشكال كده بنجيبها صور زي مثلا عندك عيان أو ستاج هورن أو ماشي
ستاج هورن، شوف عامله دامج للكيدني ازاي. عندك ستينوزس ستريكشر بين فيرتيرك جانكشن ابستراكشن، ممكن تديك ابستراكتيف يوروباس. عندك ستون يوريتر، اي حاجه كومبريسنج على اليوريتر من بره، دايفرتيك ما هو لور ابستراكشن انفكشن. كل دي بعض الاشكال بتوريك السيناريوهات المختلفه ان ممكن تو بي افكتد الكيدني، كتير او مش نخش فيها. ده كرونيك بيرنيفرايتس بيورينا شايف ان السكشن عامل ازاي. هتجد عندك اداه شايف التيبيول دايليتد والوم بتاعتها اتروفيك، وشايف الكاستن جواها التيبيول اتروفيك، وشايف الانترستيشيوم انفلتريتد باي كرونيك انفلاماتوري سيلز نيمفوسايتس مينلي كرونيك انفلاميشن وفايبروزس، وشايف الجلوميرولاي هايلنايزد، الجلوميرولاي بقت هايلنايزد خالص. ده عيان عنده ادفانسد كرونيك تيبيول انترستيشيوم نيفرايتس. هنا برضو عنده هو شايف الكرونيك انفلاماتوري انفلتريت، شايف الجلوميرولاي هي هايلنايزد والتيبيول الاتروفيك، يبقى ده كرونيك انترستيشيوم نيفرايتس. طب ايه الصوره دي؟ الصوره دي البابيلاري نيكروزس. شايف ادا الكورتكس وادا المظله وادا رينال بيراميدز لها بيز ولها ايبكس. الايبكس دي اللي هي بتبص في الماينور كاليسيس بنسميها البابيلي، الرينال بابيلي. شايف هنا البابيلي بتكون حمراء زي دي كده، هنا بيضه من بيضه، هنا بقى سكار خالص اهيا. ومش كده وبس، ده سلافد. شايف السلافد عطيني تيشو هون، والتيشو نازل اهو وعمل بلاد، يبقى العين جاي ب غير السكه دي، ده جاي بقى بهيماتوريا وجاي برينال كوليك. شايف جاي برينال كوليك. ايه سبب الكوليك ده؟ نتيجه ان في obstruction of ureter by one of these tissue. طيب العين بيجي كلينيكال ازاي؟ او مين اللي بايه اسباب البابيلاري نيكروزس؟ في سبب مشهور قوي اللي هو اننجيزك نيفروباسي، لان احنا عارفين ان البابيلي دي، البابيلي ده ايه، بيبقى التونيسيتي او اوزمولاريتي هنا بتبقى فيري فيري هاي. يو ايماجين ان النورمال بلاد اوزمولاريتي بتاعتنا تقريبا 290. ان اوزمولاريتي في الكدني كل ما تخش ديب ناحيه المضله بتزيد لدرجه ان هي عن البابيلي ممكن تديني اوزمولاريتي اب تو 1400 ملي اوزمول، يعني فيري هايبرتونيك. وده السبب ان التوكسنز بتبقى مترسبه في الحته دي وتعمل نيكروزس في التيشو. يبقى انجيزك ابيوز، ممكن برضه سيكل سيل انيميا نتيجه الهايبرتونيك ميديا هنا، الار بي سيز لما بتيجي في كابيلري هنا سيكل وتعمل فاسكولار اوكلوجن وانفاركشن. برضه من الاسباب الثانيه هي التي بي كيدني. اذا المهم ان يعني هيجي برينال كوليك عشان الاوبستراكشن، ممكن يجي في ماتوريا، ممكن يجي فيفر، والعين بيجي في الواقع يجي يقول ايه، انا بحس ب رينال كوليك وجع في جنبي، وبعدين اتالم بشده، بعد كده حاجه نزلت عدت تيشو كده ومعاه شويه دم. التيشو دي توصفه ايه؟ حاجه زي ميوكويد، لا مور ماتش مور سيك عن الميوكويد لان هي تيشو. واذا عملنا ميجي عندي يقول لك تيشو بيعدي تيشو هيماتوريا ورينال كوليك، فكر في بين الكروزز واطلب الالتر ساوند، عشان الالتر ساوند هيوريك بقى البابيلي ان هي بقت كونكيف شيب دي. في الالتر ساوند لوس اوف بابيلي، ده بابيلر كروز ممكن يعمل سي كي دي. طب ايه الموضوع ده بقى؟ موضوع كويس جدا ان هو عن الانفيرمنتال توكسن، ان في انفيرمنتال توكسنز كتير قوي، ويمكن ده مشهور قوي في حاجه مهمه قوي. يمكن الخريطه ده جغرافيا، جغرافيا حلوه بصراحه، بالذات لما تربطها بالطب او بالتاريخ بيبقى جغرافيا ممتعه جدا. فالحته اللي قدامكم دي جنوب، جنوب شرق اوروبا، المنطقه اللي فيها ده بحر الادرياتيك اهون، وادا اليونان هنا اهي تمام، وهنا البحر الاسود. عشان كده هتجد هنا عندك بلغاريا، عندك يوغوسلافيا، هنا البانيا، وهنا فوق رومانيا، وهنا هنغاريا. طب احنا نجيب الكلام ده ليه؟ لان النهر ده هو اسمه دانوب ريفر. انا شخصيا كنت بحب الجغرافيا عشان كده انا عارف الحاجات دي. ده دانوب ريفر اللي هو بيجي يصب في البحر الاسود.
هم وجدوا ايه؟ ان في بوكتس اللي هي النقاط الحمراء دي، ده قرى واماكن جغرافيه على امتداد نهر الدانوب يجي فيها ايه انديميك، فيها سيكيدي. وقصه جميله ممتعه مش وقتها، انما في النهايه وجدوا ان البوكتس دي فيها سيكيدي نتيجه انفيرمنتال توكسن. ممكن في اتحط نظريات كتيره، انما احدها ان يكون اوكرا توكسن، ان هم لاحظوا ان ده فانجل توكسن بينمو على الحبوب والحاجات دي. لاحظوا ان المواسم اللي بيبقى فيها مطر كتير وخير كتير وقمح كتير بيخزنوا قمح كتير بيستتبعها سيكي دي اكتر. فقالوا يبقى دي حاجه لها علاقه بالقمح، وان بيخش فعلا وجدوا ان بيخش الصوامع في البوكس دي بيبقى ريحه العفن موجوده. المهم ده انفيرمنتال توكسن زي الاوكرا توكسن، وفي حاجات تانية كتيره. ودي عينه هي السيكي دي باين عليها امبالر ولوس اوف ويت وانفاتيجابيلتي. ولو جينا هنلاقي عين جايب كرونيك تيبل انترسيشن فرايت زي العينين الكتير اللي بتشوفهم عندنا، تلاقي جايب انون ايتيولوجي اوف سيكي دي، تفتح تم بايبس تلاقي انترسيشن فرايت. ات كود بي انفيرمنتال توكسن، ات كود بي اوكرا توكسن او حاجه زي كده. بس الانفيرمنتال توكسن بس مش بيعمل لي ريدن فينر وبس وسيكي دي، لا ده ممكن ساعات بيعمل تيومر. فده تيومر اوف يوريتر يوريسيريال مالجنسي ممكن نعملها برضه. جميل. نيجي بعد كده السكشن ده بيبين عين عنده تي بي كيدني، شايف ان كيزيس ماتيريال دي البيضه دي بتاعت التبركلوزيس في الرينال بيلفس، شايف البيلفس ديرتي وكيزيس ماتيريال زي تي بي. ده مش كده بس، عملنا ده اي في بي زمان، انما دلوقتي لو عملت سي تي ويز كونتراست هتجد ان البيلفس ديستورتد ديفورمد مشوه. ومش كده بس، تجد شوف اليورتر دايليتد ازاي، اهو دايليتد اهو، لان تلقى في ستريكشر لور داون، وده برضه دايليتد ان في ستريكشر. التي بي بقى من ستريكشرز. طب شوف الكدني بره في نقط الصفر دي مينيري تيبركل، وباي كروس سكشن التيبركل موجوده جوه الكدني، وده سيستوسكوبي. شوف ده بلادر ميكوز، شايف بيج السرز وسمول السرز اهي. شوف المينيري تيبركل الصفرة دي، وده اليوريتر، شايف الجولف هوم ساين اهو باينه هنا اهي. تجد ان اليوريتر في تراكشن هنا نتيجه الفايبروزس تحت، وفي مينر تيوبركل هيف عاملها شبه الفتحه بتاعت الجولف، بيسموها جولف هول ساين. ده تي بي وان اوف ذا كوزز اوف سيكيدي. طيب ده الصوره دي برضو تبع كونجنتال انوميلي، بنجد ان بوليسيستيك كيدني ديزيز ده الاوتوزومال دوميننت بوليسيستيك كيدني ديزيز، ده اوتوزومال دوميننت بيمانيفست اكتر في الادوليسنس في الاولد ايج اولدر ايج. بيجي على نهايه بايلاترال هيوج كيدنيز، والكيدنيز مليانه سيست، شايف السيست باينه اهي من بره وموجوده في الكورتكس في المظله. وكيدني بتبقى هيوج، وباي تايم بيبتدي الكيدني بتكبر والهايبرتنشن بتبتدي تبان والكرياتين بتبتدي يعلى. العيان بيعوز دايلسيز. في نوعين تايب 1 وتايب 2، واحد منهم ممكن يعوز سي كي دي عند الاربعينات، والثاني ممكن في الستينات او السبعينات. انما هو تجد اذا كان في واحد من الفاميلي هتلاقي بقيه اعضاء الفاميلي عندهم نفس الديزيز لانه اوتوزومال دومينانت. وده اي في بي اهو او كونتراست سي تي بيبين سبايدر ليك ساين نتيجه وجود السيست بعد مبعده كاليسز عن بعضها. طيب دي في الادلت. في بقى سيستيك ديزيز بنشوف بقى في التشيلدرن والادوليسنت، والسيست هنا بتبقى اكتر في مش في الكورتكس، بتبقى اكتر في المظله. ادا ايه؟ شوف الكورتكس نظيفه ازاي، انما السيست موجوده في المظله، عشان كده بنسميه مظلري سيستيك كيدني ديزيز. وبيبتدي في الاطفال بحيث بيوصلوا رينا فير في الادوليسنس، وممكن يموتوا ايرني قوي عن بتاع الاوتوزومال بتاع الادلت بوليسيستيك كيدني ديزيز، وده بيبقى اوتوزومال ريسيسيف، مش شرط التقى بقيه الممبر عندها. يبقى مدلري سيستيك كيدني ديزيز سبب تاني. طيب احنا خلصنا دلوقتي الديفينيشن، خلصنا الايتيولوجي بتاع السيكيدي، نتكلم عن باثولوجي اوف سيكيدي او كرونيك رينال فيلر. باي جروس ابييرنس كده كيدني ماسكها في ايدك، يوجوالي ات از سمول واتروفيك، دي قاعده. انما في استثناء، في ناس تتاكد هيوج زي البوليسيستيك كيدني ديزيز، او عيان جاي بهايدرونفروزيس بايلاترال هايدرونفروتيك كيدني، عيان دايابيتيك
وعندها امايلوز نتيجه ايه انفلتريشن اوف ذا كيدني. ويمكن الدايابيتس دي اهميتها ايه، ان بنجد ان بنواجه مشكله ان عيان تقول انت عندك سي كي دي اند ستيج محتاج تغسل رجلك، ده اشعه تلفزيونيه كويسه. واحيانا حتى في دكاتره كبار يقول لك ازاي بتقول لي عنده سي كي دي ده الكيدني بتاعته نورمال؟ يس الدايابيتس ممكن يوصل اند ستيج والكيدني لوكس نورمال باي الترا ساوند. ودي اكسبشن. لو خشنا بالمايكروسكوبيك ابييرنس زي ما قلنا بيبقى في اتروفي، تبقى اتروفي انترستيشال فايبروزز، والجلوميرولاي كلها بتبقى سكلروتيك. ورينا احنا صوره شايف الكيدني ده كرون بيرنفريتيك كيدني بالشكل بتاعتها تلاقي ريجولار شيب ريجولار شيب. وهنا تلتقى انترستيشال فايبروزز وتيبولار اتروفي، شايف الكاست وشايف الجلوميرولاي هايلنايزد جلوميرولاي ازاي، وفي فايبروز حواليها حوالين الكيدني دايرين حوالين الجلوميرولاي. شوف كيدني دي بايونيفريتك الريجولار سيرفيس، والكبسول عاده لما تيجي تشد كبسول تطلع معاك في ايدك سهله كده، ده الكبسول سيك وطف وماسكه جامد بتبقى لازقه لان في انفلاميشن كرونيك ريكرنت انفلاميشن. شوف الكيدني الكروس سيكشن النقاط البيضاء دي كلها اللي هي ويدج شيب دي كلها كانت عباره عن اتاكس، كل واحده فيهم اتاك وبايونيفريتس تقوم تنتهي بسكار، عشان كده تبقى سمول واطرافك وسكار زي ما انت شايف. وشايف البيلبس بتاعها انهينسي ديرتي فايبروتيك. واذا جينا نشوف الباثولوجي هنلاقي هينسي تيشو وتيشو كرونيك بايونيفريتس موجود بقى جلوميرولاي سكلروتيك اتروفيك وتيبيون انترستيشن فايبروز وتيبيون اتروفيك وفيها كاست. طيب خلاص احنا دلوقتي عرفنا الكيدني بقت اطرافك بقت كرونيك رينا بقى. طيب هيحصل ايه؟ الباثولوجي ده ادى للخبطه الفسيولوجي الفسيولوجيك فانكشن بتاع الكيدني، فنسميه باثوفسيولوجي بقى بتاع السي كي دي ايه. الكيدني هي المسؤوله عن انها تظبط لي الانترنال مينيو، بالفرنسا انترنال مينيو يعني البيئه الداخليه بتاعه الجسم بتاعنا، كل حاجه في الجسم الكيدني بتظبطه، مش عملية شوية مكتوريشن، لا ده بتظبط كل حاجة. في حاجات بقى بتبقى ديستربد، بقى في ديستربد ووتر اكسكريشن ودي حاجة خطيرة جدا، ديستربد صوديوم اكسكريشن، ديستربد بوتاسيوم، بقى في ديستربد اسيد بيس بالانس، لأن الكيدني مش سكريت بس، ده بتظبط لي ان بي اتش بتاع البودي، ديستربد كالسيوم اند فوسفيت ميتابوليزم. وزي ما هنعرف ان نمره 5 دي لو سالتني commonest cause of death in morbid in patient with CKD هقول لك disturbed calcium and phosphate metabolism، ان بتنتهي ب cardiovascular disease وcalcification and death. في اليوريميك توكسنز بتبقى retained، ودي بتديك بقى اليوريميك سندروم، تديك كل حاجه ممكن تتخيلها موجوده في العيان بتاع CKD كclinical presentation. ومش كده بس، ده في كيدني لها اندوكراين فانكشن فيلر او اندوكراين فانكشن اوف ذا كيدني. طب نمسك الووتر اكسكريشن بقى ديستيرب، احنا عارفين ان الكيدني مهمه قوي بتعمل تو امبورتنت فانكشن ريجاردنج الووتر، ان هي بتعمل دايليوشن، اما نعوز نعمل دايليوشن اما نعوز نسكريت فلويد اوفر لود، او كونسنتريشن اما كنا عطشان وفائد ميه فتقوم تكونسنتريت اليورين. يبقى اما الكلوه بتفقد الكباسيتي دي بنخش في مشاكل. اللي بيحصل اول مع الارني سي كي دي هو loss of concentration capacity of the urine، مش قادر تكونسنتريت. فده خطرتها ايه؟ انك انت لو شربت ميه كتير وانت عندك سي كي دي الميه نورمال بتخرج الكيدني بتخرجها. انا اسف الكيدني الكلام ده عن الدايليوشن، ان انت لما بتشرب ميه كتير الكيدني بتفرز الميه دي يعني تديك يورين دايليوتد. هنا بقى اذا انت شربت ميه كتير الكيدني مش هتعرف تفرزها، تبقى انت ووتر اوفر لودد وتخش في اديما وهارت فيلر. بس ده ان هو كباسيتي دايليوت بتحصل في الادفانسد، انما ابيلتي تو كونسنتريت يورين ده بيحصل ايرلي. يعني ايه؟ انت مثلا ما شربتش ميه زي في رمضان والجو حر عطشان، نورمال الكيدني بتكونزيرف اليورين، كونزيرف الميه اللي نازله مع اليورين عشان تو مينتين البودي فلويد.
يبقى اليورين حجمه هينقص ويبقى very concentrated. يبقى اذا فقدنا الكباسيتي دي شويه الميه بينزلوا مع البول حتى لو انت dehydrated تخش بقى في hypotension, ischemia, further kidney damage. يبقى in ability to concentrate in urine الاول وبعد كده ما تقدرش to dilute urine. ده ممكن يبقى fatal. هنا يديك hypovolemia وهنا يديك overload. تمام. ايه تاني؟ الصوديوم. الصوديوم ممكن يحصل مشاكل كبيره في الصوديوم. ممكن العين يبقى نورمال ما عندوش مشاكل في الصوديوم تعمل صوديوم تبقى نورمال. انه ممكن يحصل مشاكل. ممكن يحصل دايلوشن هايبوناتريميا. اجد ايه؟ ان زي ما اتفقنا بتاخد ميه الكدني ما بتقدرش تفرزها. شويه الصوديوم بتاعك بقوا دايلوتد فيسموها دايلوشن هايبوناتريميا. تلاقي الصوديوم واطي تقوم انت تديه ملح غلط. ما انت هتتعبه اكتر. الراجل ده الصوديوم بتاعه في الدم واطي بس حقيقة كمية الصوديوم نت صوديوم في جسمه طبيعي. هو كل ما قالك ان المية هي اللي زايدة يبقى العلاج ايه؟ ابعد عنه المية. يوقف شرب المية ممكن تديه دايوريتك يقوم الصوديوم يتظبط. فدي نسميها دايليوشنال هايبوناتريميا. سولت لوزنج نيفروباثي هنا بقى عيان بوليوريك بيفقد بقى مية وملح. ودي بنشوفها في الناس بتوع الانرجيزك نيفروباثي او ابستراكتيف يوروباثي. التيوبيون هي اللي بتعمل لي الدايليوشن والكونسنتريشن مضروبه. فتلتقى العيان ما عندوش كونسنتريشن كاباسيتي. تلتقى بتجيب 3 لتر 4 لتر حتى لو بقى هايبوتنسيف وديهايدريتد. اذا دي ممكن تموت العيان. عشان كده العيانين بتوعنا دايما بنقول له ما تاخدش ملح. ان هو غالبا انه يريتين الصوت والصوت هياخد معاه ميه يبقى اوفر نود. لا هنا عيان ان هو تلاقيه ميال انه يبقى هايبوتنسيف انت دهايدريتد وبيجيب بول كتير ده سولت لوزنج. اقول له تسمح خد ملح كتير واشرب ميه براحتك. خد بالك افهم عكس الاولاني اللي هو تلاقيه ووتر نودد والصوديوم بتاعه واطي. لا ابعد عن الميه ما تاخدش ملح. مهم نبقى فاهمين الحته دي. او ان العيان بقى بياخد ملح وبياخد ميه ماشي فده تلاقيه بقى ووتر نودد وده ديسنيك وسوبنيك اند سو اون. فده تلاقيه هايبرتنسيف ووتر نودد. فهنا طبعا بتدي دايوريتك وتبعد عنه الصولت. تمام. في وضع تاني بتاع هايبر نتريميا. هل ممكن العين يبقى هايبر نتريميك؟ صعب قوي. صعب ليه؟ لان انت اما الصوديوم بيزيد عارف الصوديوم نورمال 140 الصوديوم هو المحدد الرئيسي للبلازما اوزمولاريتي. احنا قلنا البلازما اوزمولاريتي 290 اللي هي بتساوي الصوديوم في 2. فانت عندك الصوديوم 140 في 2 يبقى 280 جبت اهي معظم الاوزمولاريتي. الشويه الباقيين دول بتوع الجلوكوز وبتوع اليوريا. اذا الصوديوم هو مين ديترمينانت اوف بلازما اوزمولاريتي. لو عندك هايبرنتريميا الاوزمولاريتي بتاعتك هتعلى. الاوزمو ريسبتور في الهايبوثالاموس هتحس ان في هايبرتونيسيتي هتبعت اشاره ان السيرس سنتر تحس انك عشان هتروح تشرب. اوكي اذا يا اما في لاب ايرور او ان عيان بقى هايبرناتريميك فعلا بس مش قادر يشرب ميه لانه انكونشس او قاعد يصرخ ومش قادر يعبر زي طفل صغير ديهايدريتد قاعد يصرخ عاوز ميه واحنا مش عارفين هو عايز ايه. الا اذا كان بقى فيه ليجن في البرين هايبوثالاموس بحيث ان السيرس ميكانيزم مضروبه عين عنده انجري في البرين. اذا هايبوناتريميا نادرا انك تشوفها وما تشوفها فكر قوي اول ان يكون دي فاكتيشنز. البوتاسيوم ممكن انت البوتاسيوم نورمال انما ممكن انت البوتاسيوم عالي هايبركاليميا ممكن انت هايبوكاليميا. الاكثر من قبل هو هايبركاليميا ودي بنشوفها اكتر لما يكون الجي اف ار اقل من 10 ملل يعني خشينا في ستيج 5 و او ان واحد بياخد اكسس بوتاسيوم. واحد عشان كده العيان بنقول الحاجات اللي فيها بوتاسيوم يا بتاع السي كي دي ابعد عن الحاجات فيها بوتاسيوم كتير زي البنانا والشوكليت والديت وحاجات زي كده البلح وما شابه. او ان واحد عنده ميتابوليك اسيدوزيس. احنا عارفين الاسيدوزيس البوتاسيوم
الهيدروجين ايون ذن الديفنس ميكانيزم اجينست اسيدوزس ميتابوليك اسيدوزس ان الهيدروجين ايون بيخش جوه الخليه ده بوزيتيف تشارج. فلازم عشان التشارج جوه الخليه تتظبط لازم يخرج حاجه ثانيه بوزيتيف بدل الهيدروجين اللي هو البوتاسيوم. البوتاسيوم بوزيتيف والبوتاسيوم مينلي انترا سيلر، يوم يخرج البوتاسيوم يعمل من هايبركاليميا. انا ممكن لو انت هيدريتد كويس ان كيدني وفيها شويه فانكشن it can secrete this potassium overload. انما لو في volume contraction مع acidosis يبقى انت عندك هايبركاليميا. يبقى الميتابوليك اسيدوز ممكن، عشان كده لما تيجي تعالج هايبركاليميا لقيت عين اسيدوتك صلح الاسيدوز الاول، ممكن ده لوحده يظبط البوتاسيوم. او تكون انت بقى as a doctor you are the cause of this hyperkalemia، انك تدي drugs بتريتين البوتاسيوم زي الاس والارب. الاس والارب تعمل هايبركاليميا بالذات، والبيتا بلوكر والاندوسترون انتاجونس زي سبيرونولاكتون ده بنخاف منها قوي في عيان، بالذات عيان عنده لما يكون عندك عن سيكي دي، بالذات لو كان دايبيتك اوعى تدي الحاجات دي من غير ما تاخد بالك من وقت تدخلهم هايبركاليميا. لان انا قلت ليه الدايبيتك، لان الدايبيتس وان اوف ذا ميكانيزم ان البوتاسيوم يبقى الدفاع له ان الانسولين بيقدر يدخل البوتاسيوم من بره جوه الخليه، فدايبيتك ما عندوش الديفنس ميكانيزم. فعند ريدنج امبيرمنت ومعاه دايبيتس خد بالك اوعى تدي هذه الدراجز. طيب هايبو رينينيميك هايبو اندستنيزم، وده برضه بوزيشن هايبو ما يكون اندسترون واطي زي ما بتدي اندسترون انتاجونست في البوتاسيوم هيبقى عالي، ودي بنشوفها اكتر في عينين ان هم دايبيتك ومعاهم رينال امبيرمنت. يبقى دي اسباب الهايبركاليميا، مهم قوي ان انا بعرفها لان ممكن اكون انا سبب فيها. ممكن يبقى في هايبوكاليميا، ودي بنشوفها اكتر في العيانين بتوع سولت لوزنج نيفروباثي، عشان كده خطرتها ان ممكن هايبوكاليميا بيرسي ممكن تاجريفيت السيكي دي بتاعي، عشان كده زائد بقى اشياء اخرى الهارت والمسل والانتستين. فلازم ديسكفر وعالج الهايبركاليميا في العيانين بتوعنا دول. انت ما بتعرف الباثوفيسيولوجي اللي انا بقوله دلوقتي هتفهم الكلينيكال مانيفستيشن وجات منين، وهتفهم ازاي تعالج، عشان كده انا عاطي الجزء ده اهتمام شويه. تاني حاجه الديستربد هيدروجين ايون اكسكريشن، لان زي ما احنا عارفين ان الكيدني هي بتكنترول البي اتش، اكشن البي اتش من الكيدني واللنج دي ميجر ديترمينانت. هنشوف ازاي. هنقول ان بيحصل مع رينال مع السكه دي بيبقى في ميتابوليك اسيدوزس واي، وهنشوفها بديتيل اكتر. بايكربونات ويستج نتيجه بايكربونات ويستج، احنا عارفين ان الكيدني ان بقى في بايكربونات بتاعت الدم بتاعتنا بتبقى فلترد من الجلوميرولس، انها بيحصل لها ري ابسوربشن من في البروكسيمال كونفيجيتد تيبيول وشويه صغيرين تحت. فما يكون في رينال فيلر البايكربونات ما بتمتصش. وان ابيليتي تو سكريت هيدروجين ايون ازاي؟ ان زي ما هشوف بعد شويه ان رينال تيبيون بتاخد الهيدروجين ايون ده بكذا طريقه تسكريت مع اليورين. فما يكون عندي كيبر ديزيز مش هتعرف تسكريت الهيدروجين ايون. طيب ايه تاني؟ في ميكانيزم تالت اللي هي التيتريتابل اسيدز. احنا عارفين السلفيتس والفوسفيتس اللي بتطلع من البروتين ميتابوليزم دي اسيد فالمفروض بتبقى سكريتد عن طريق الجلوميرولر فلتريشن. فلما يكون عندي الجلوميرولر فلتريشن ضعيف فما فيش فلتريشن للتيتريتابل اسيد بتبقى ريتيند في البودي، يبقى ده تعملي ميتابوليك اسيدوز. ديكريز امونيا برودكشن ده من الفانكشن بتاعت الرينال تيبيول، ان بتاخد ال NH3 وتلزق فيه هيدروجين ايون تديك امونيا تبقى سكريتد مع اليورين. فبيبقى في كيدني فانكشن تيبيول اب نورمال ما بتعملش القصه دي، ما بتعملش الامونيا وبالتالي ما بتستهلكش الهيدروجين ايون. يبقى ده الميتابوليك اسيدوز جت ازاي في العين بتاع السي كي دي. نبقى عارفين ان الميتابوليك اسيدوز مي بي مور سيفير وستيبل انترستيشال ديزيز. طبعا ان زي ما اتفقنا شايفين اهو ثلاثه هم من 2 و3 4 دي نتيجه تيبيولر فانكشن. الجلوميرولر فانكشن اونلي ان هي بتاعت ان تيتريتابل اسيد. فلما يكون في تيبيولر انترستيشال ديزيز ولسه الكريتين بتاعت 2 3 ممكن ارتفع عن ميتابوليك اسيدوز.
ده هو جلوميرولر ديزيز عشان الميتابوليك اسيدوس تبان عايزه كرياتينين 4 5 6 يبقى ممكن تبان ايرني في عين تيبن انترستيشيا او واحد هايبر كاتابوليك لان هايبر كاتابوليك يعني في ريليز اوف اسيدز من الماسل او في التشيلدرن ان هم بيبقوا هايبر كاتابوليك. ما تبصش الاسيدوز ان هي عباره عن شويه هيدروجين الان في السيركيليشن، لا ده لها كونسيكونسز رهيبه على الكيدني اتسلف، على الميكارديوم، وعلى المسل، وعلى البون. لان البون از ا بافر اوف ذيس هيدروجين ايون. ما هو تعمل بون ديزيز، خد بالك من الحته دي، ما هيش رفاهيه. الصوره ده الكلام اللي انا شرحته وقلته، قلنا هو ادا التشو ميتابوليزم الكربوهيدرات بتديني مين سي او 2 اللي هو مين سكريتد عن طريق اللنج السي او 2 تمام. انما الاسيد زي الفوسفيتس والسلفيتس وحاجات زي كده بتبقى مينلي سكريتد ادا الجلومير فلتريشن هو بيسكريت ان تايتريتابل اسيدز. طيب وايه كمان؟ انا عندي التبيون دي بتعمل حاجات عظيمه قوي، غير انها بتابزورب البايكربونات عشان تظبط لي اي اسيدوز هنا، فدي بتبقى لوست. ده مش كده بس، بتاخد الهيدروجين اين وتلزقه مع التيتريتابل اسيدز اهو، ويبقى سكريتد مع التيتريتابل اسيد. وبرده الهيدروجين اين دي مع ال NH3 تعمل لي الامونيا. يبقى ادى ازاي الكيدني بتشارك في القصه دي. طيب الكالسيوم فوسفيت ميتابوليزم كلهم مهمين عشان نبقى فاهمين عن تعرينا فير جه منين الاعراض بتاعته وازاي اعالجه كويس. انما النقطه دي اهميه خاصه، لان زي ما انا قلت لو سئلت what is the commonest cause of death in a CKD patient to cardiovascular disease. طب جه منين الكارديوفاسكولار ديزيز؟ من الديستيرب الكالسيوم اند فوسفيت ميتابوليزم، وهتعرف دلوقتي ازاي. الموضوع ده بياخد محاضرات لوحده وفي كتب عن الموضوع ده، انما انا بجيب البرنسبلز بتاعته بحيث تبقى فاهم الاساسيات، بعد كده ممكن تزود زي ما انت عايز. الاساسيات ان نمره واحد هي الهايبر فوسفاتيميا، ريتينشن هايبر فوسفاتيميا. يعني ايه؟ الفوسفيت ده بيطلع مني من البروتين ميتابوليزم في الدم، والمين روت اوف اليمينيشن از ثرو جلومير فلتريشن. فاما يكون في رينال امبيرمنت يبقى في ريتينشن اوف فوسفيت. طيب ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل مشاكل كبيره قوي. نمره واحد هي ايه؟ هيعمل هايبوكالسيميا. فاكرين زمان في الكيمياء عندك ارجيحه كده في ناحيه فوسفيت وناحيه فيها كالسيوم، ان واحد منهم يزيد الثاني بينزل، والعكس صحيح، بحيث بيحافظ على حصر ضرب الكالسيوم في الفوسفيت تقريبا 55. فوسفيت زاد يبقى الكالسيوم لازم ينقص عشان احافظ على 55 and so on. القصه دي مهمه جدا لسبب، لان ده من الاعجازات الربانيه. لو انت عديت ال 55 الزياده ده كل ده هيترسب في السوفت تيشو، هيروح فين؟ ويرجع 55، زدت على 55 رسب في السوفت تيشو. اذا الفوسفيت بيزيد يبقى الكالسيوم هيوطى، يبقى عندي هايبوكالسيميا. طب هل هايبوكالسيميا فقط من هايبرفوسفاتيميا؟ الاجابه لا، في اذر كوزز اوف هايبوكالسيميا في العيان بتاعنا السكري دي، اهمها ان مفيش اكتيفيشن للفيتامين دي. صح، مفيش اكتيفيشن، لان الاكتيفيشن بتاع فيتامين دي بيتم في الكيدني عن طريق ايه؟ او اتش جروب، بتتحط في الكربون رقم واحد تمام. فمفيش اكتيفيشن، يبقى في ان اكتيف فيتامين دي. برضه الفوسفيت الكتير ان في الجات بيمنع الابسوربشن اوف كالسيوم، زائد البور ابتايت البور انتيك اند سو اون. اذا عندي هايبر فوسفاتيميا هايبوكالسيميا. طب وبعدين؟ ده ينتج عنه ديفنس ميكانيزم. هايبوكالسيميا دي خطر جدا، ممكن تموت، تعمل ابيليبتيك فيتس اللي هي ايه؟ سكندري هايبر بارا. السكندري هايبر بارا بتيجي نتيجه الهايبوكالسيميا، لما تبقى كالسيوم واطي عشان تجيب لي كالسيوم من البو تظبط لي الكالسيوم، ممكن ما فيت. وايه كمان؟ الهايبر فوسفاتيميا. نورمالي لو انت خدت فوسفيت فوسفورس كتير، الباراثيرويد از اي فوسفاتيوريك هرمون، يبقى هاي فوسفيت ينشط الباراثيرويد عشان تسكريت الفوسفيت. اذا عندك سببين، هايبر فوسفاتيميا هايبوكالسيميا، يعمل لي سكندري هايبر بارا. احنا بنسميها سكندري.
مشكلتها ايه بقى؟ ان سكندر هايبر بارا عاوز اجيب كالسيوم عشان تظبط، خطر قوي على الجسم، مش الهايبر فوسفاتيميا يعني هو فيتال بسرعه اكيوت اللي هو الكالسيوم، عشان تحرك كالسيوم من البون عشان تظبط الهايبر كالسيميا الهايبو كالسيميا. طب ما هو الكالسيوم اللي بتحركه من البون ده اهو ما هوش لوحده، ده لازق فيه فوسفورس، فبتخرج لي كالسيوم وفوسفورس يقوم يظبط لي الكالسيوم، انما زود لي فوسفور مور اند مور، يقوم ينتج عن كده ايه؟ كارثتين. الكارثه الاولانيه ان حصل الضرب زاد عن 55، يبقى هيرسب لي الكالسيوم في السوفت تيشوز، كل حته بقى تتخيلها، الكيدني، الهارت، الفيسلز دي يمكن من الكورونري، السريبرال، الكاروتيد، البريفرال فيسلز كالسيفيكيشن، وفي التيشو كمان بير ارتيكولار، في السكين، وفي الكونجنكتيفا. مهم ده يفهمك الكلينيكال، العين جاي يهرش عرفت من هنا، العين عينه حمراء هتعرف من هنا، العين رجله اتكسر تعرف من هنا، لان في السوفت تيشو بقت كالسيفايد، والبون طول ما انا قاعد اشيل الكالسيوم منه البون بيبقى سوفت. سوفت يبقى باي تايم عندك البون سوفت والبلاد فيسل هارد. هارد فيسل سوفت بون، يبقى حاجتين يجي لك فراكشر وديفورمتي. المفروض ان ما الكالسيوم بالظبط الباراثورات بتتظبط ترجع للنورمال، اب داون اب داون اب داون، انما كونتينوس ستيميليشن اوف باراثيرويد جلاند بعد شويه يديني ادينوما. ادينوما از نون فيسيولوجيك، كونتينوسلي سيكريتنج داي اند نايت، سيكريتنج فيري رابيد اجريفيشن اوف بون اند سوفت تيشو كالسيفيكيشن، ده بنسميه تيرشري هايبر باراثيرويديزم. يمكن احنا في السكندري ممكن نعالج ميديكال، انما التيرشري خلاص ما فيش قدامك غير سيرجيكال. اذا دي قصه خطيره جدا، وده الكومنست كوز اوف مورتاليتي، وممكن تقول هو معظم مشاكل العينين اللي بتقابلنا في العيادات من كده. الصوره دي اضاحيه كويسه قوي، النقاط الزرقاء دي هي الفوسفور، تمام. طب شوف هنا وهنا الجلوميرولاي، عدد الجلوميرولاي اتروفيك اهي، الباقي عندي فانكشنينج شويه نيفرون وفيها نيفرون ميجالي حتى هي، اذا السكريشن اوف فوسفيت نقص، فالنقاط الزرقاء زادت. مش كده وبس، ده انا عندي شوف الفيتامين دي، ده مفيش فيتامين دي، مفيش ابسوربشن، والفوسفيت في الجت كتير، وبالتالي ده بيمنع الابسوربشن في كالسيوم. اذا عندي هايبر فوسفاتيميا، عندي المرجحه اهي فوسفور زاد يقوم الكالسيوم يوطى. طيب ده هم بقى هيستيميليت الباراثيرويد جلاند يديني سكندري هايبر بارا، باراثورمون هيروح للبون، يروح البون يحرك ايه؟ يحرك لي الكالسيوم بس معاه الفوسفور، ماشي. يبقى وده زاد عن 55 يوم يبتدي يترسب في السوفت تيشو. السوفت تيشو القصه كلها موجوده هنا، بس هنا في حاجه ثانيه. الاحمر ده ايه؟ الميتابوليك اسيدوز، زي ما قلت من زمان الاسيدوزس البفر بتاعها فين؟ من ضمن البفرز بتاعتها البون، بيروح البون عشان ينبفر، يعني ياكل في البون. عشان كده لما بكون كاتب العيان سودا بايكربونات يستهتر بيها وما ياخدهاش، او خد بالك انت عندك حموضه في الدم، والحموضه دي لو سبتها بتاثر على عضله القلب بتاعتك، وبتاثر على عظمك، يجي لك كسر في العظم. يوم العيان يحترم الدواء وياخده، مع انه دواء هايف بسيط انما مهم جدا. فشايف الاسيدوز بتشارك في السوفت بون والفراكشر. الصوره دي كويسه قوي، بيناني الباثوجينيسيس اوف ديستربد كالسيوم في الميتابوليزم، اللي هي مهمه جدا. ده الحصاد. شايف هنا لو عملت اكس راي، ودي من الساينز المبكره، سم وان اوف يور فينجر، وشوف السبري اوستال بون ريزوربشن، باين هنا اهو في بون ريزوربشن. طب اعمل اكس راي للسنان، في بون ريزوربشن من حوالين اهي، نعمل من اديور اهو. اعمل اكس راي سكال، شايف سبوتي دي من اورايزيشن. في الادفانسد ستيج بقى ممكن يجي بفراكشر فيرتبرا، شايف الفيرتبرا دي فراكشر ازاي؟ نتيجه اي خبطه صغيره يعني السينما فاتت منه، روح ايه فراكشر فيرتبرا بالمنفسيش بتاعتها. برضو الصوره دي مبينه صوره جميله قوي بتقراها في الكتب، ان هي ايه؟ شايف الفيرتبرا حسن ايه؟ هنا في النص الكالسيوم بتاعها تاكل،
وفي البريفري في كالسيفيكيشن، فتلاقيها الشكل بتاعك ده هو اسود وابيض، روجر جيرسي ساين، ده زي الفانيلا بتاعت كان فريق باسكت مشهور او امريكي بتاع جيرسي، فالفانيلا بتاعته ابيض واسود ابيض واسود، فسموا الساين دي روجر جيرسي ساين، اللي هي بتتقال فيرتبريا اسود في النص وابيض في الاطراف وفراكشر. نيجي برضو ايه، نيك فيمر سهل ان يتكسر، ده ريب ممكن تزق صاحبك كده زقه بسيطه وروح الريب مكسور، ده ممكن هيومرس بتاع الكوندايل، اذا جاي لي سوفت بون الكلام اللي احنا قلناه اللي بيشارك فيه ديستيرب الكالسيوم في الميتابوليزم وبيشارك فيه برضو الميتابوليك اسيدوز. طيب شوف بقى هنا الهارد الكالسيفيكيشن بقى في السوفت تيشو، شايف الاورطه ده عامل ازاي؟ انت تيجي تشوفها اول واحده تقول اه ده فينا صبغه، محقون صبغه، لا ده مش صبغه، الابيض ده كالسيفيكيشن للاورطه والبرانشز بتاعته. شايف الايريك فيسل كالسيفايد ازاي؟ شايف الميزنتريك فيسل والرينال فيسلز كل ده كالسيفايد فيسل، ده ممكن كمان كالسيفيكيشن في الكيدني تيشو نفسه، ممكن في اللنج هون، ممكن في الهارت في الكوندكتيف تيشو اوف ذا هارت يجيب اريزميا، يجيب كالسيفايد فيسل وده المين كوز اوف ديث في العينين ده هم. ده ممكن يجي في الاي، شايف العين جاي اي عين على الدايلسز جاي العين حمراء قوي كده، او راح يعمل الكالسيوم والفوسفور بتاعك ومبيت اتش، يطلع ان عنده ابنورمال كالسيوم فوسفيت ميتابوليزم. بيري ارتيكلر ده اكنه جاوت، هو نسميه سودو جاوت حوالين الجوانت دي وحوالين الريست، تتخيل ان في عيان زي كده الكالسيفيكيشن ده اف يو كوريكت باراثايرويد جلاند ممكن ده ممكن معظم ده يريزولف يختفي، شيء عظيم. تمام يبقى ده موضوع هام جدا جدا جدا، قلنا ان هو الباسو فيسيولوجي اوف سي كي دي، فهمت وتفهم الكلينيكال وتفهم التريتمنت غالبا. اذا جينا نقول الكلينيكال هنقول ان الايرلي ستيج اوف سي كي دي هي ستيج 1 اند 2 ار يوجوالي اسيمتوماتيك، انما عين بقى في ستيج 3 بيبتدي يشو مانيفستيشنز ان هنقولها يوريميك مانيفستيشن بدري كده على الاستحياء، انما بتبقى باينه قوي فول بلون بيكتشر اوف يوريميا بتبان في ستيج 4 اند 5. بسايد المانيفستيشن اوف يوريميك بيشنت اهو، بسايد المانيفستيشن اوف سي كي دي ممكن يجي بالمانيفستيشن اوف ذا ايتيولوجي، جانب دايابيتس، جانب اس ان اي، جانب روماتويد، جانب هيستر انتيك اوف نون استرويد جاي اند سو اون. قبل ما اخش في اخش في الكلينيكال مانيفستيشن اوف سي كي دي ان ا سيستماتيك واي، اف يو اسك مي what are the common manifestation in a patient in patient with CKD؟ عشان مش عايز احفظ كل ان ده سندروم، ما فيش حاجه مش موجوده في الميديسين مش موجوده في المانيفستيشن اوف CKD. عشان كده انا بقول احنا كنفرونجي احنا محظوظين among الميديكال سبيشاليتي، انت بتاع النفرونجي تقدر تتعامل مع كل الميديسين الانترنال ميديسين لان بتقابل كل الكلينيكال ميديسين في العين اليوريميك بتاعك. طيب قول لي بقى ايه الكومن مانيفستيشن؟ ببساطه اقول لك ممكن اسيمتوماتيك، بنشوف عينين كتير جايب كرياتين 2 و3 وما عندوش اي حاجه، هو بالصدفه اكتشف التحليل ممكن يبقى اسيمتوماتيك. طب ليه اهميه؟ ليه اهميه دي؟ لما واحد يجي يقول لك انا 100 100 اديني شهاده ان انا سليم، اقول له اسف انت ممكن يكون الكرياتين بتاعك 2 او 3، ممكن عندك ستاج هورن وما انتش حاسس. لا يبقى اذا لازم تحطها في حساباتك عشان تقيم اي عيان او تدي راي في ميديكال لازم يعمل تحليل، والتحليل عندنا كرياتينين يورين الترا ساوند، من غيرهم ما تقدرش تقول انت يو ار فري، ده ممكن يكون جايب سي كي دي واسيمتوماتيك. طب سيمتوماتيك ايه بقى الحاجات اللي بتشوفها في العياده عندك في كلينكس في الريال لايف؟ لو سالتني الكومنست هقول لك بور ابيتايت، نوزيا، وما تبقى جدا قوي ممكن يجي فوميتنج، فاتيجابيليتي، هيديك، دي الكومن مانيفستيشن اللي بشوفها في عيان سكري. في حاجات كتير بنشوفها انما انا بقول لك الكومنست اسيمتوماتيك ستيج سبيشال ستيج 1 اند 2، ايفن ممكن في عيان في ستيج 4 ويجي لك اسيمتوماتيك مش غريبه، انما الكومن اللي بشوفه قبل ما اخش بقى في السندروم سيستماتيك ان سيستماتيك واي، لا انا بيقابلنا في العيادات كومن، وده اما بدل ما بسال عين عليه اللي هي بور ابيتايت
مش النهارده عنده بور ابتايت بقى خلاص سكر دي، لا دايما شهيته بقت وحشه الايام دي، نوزيا، فوميتنج بالذات وقايم من النوم، وفوميتنج، فاتيجابيليتي هيدك، دي الكومن، واتشنج. اتشنج من الحاجات الكومن بالذات في ستيج بدءا من ستيج 3 فيما فوق يعني. طيب ما ايه بقيه المانيفستيشن بتاع السكر دي؟ نقولها بسيستماتيك واي بقى، نمسك واحده واحده عشان تبقى عارف كل حاجه وتبقى عندك يقين انك انت مع السكر دي بيشنت انت بتتعامل مع الميديسن كول، وبالتالي نيفرولوجي از ا ماستر امونج ديفرنت ميديكال سبيشاليتي، هي نو ايفريثينج. لو مسكنا الجاستروانتستاينال يبقى الماوس، التيست دي مشهوره اوت، انت تقول عن طب طعم بقك ايه؟ طعم صعب قوي، طعم بقه متغير جدا، ودي ممكن تكون هي الشكوى بتاعته بالذات وقايم من النوم. طعم ايه؟ تجد انه طعم الامونيا، اليوريا والامونيا، تعرف اليوريا بتتجمع في السلايفا لمده طويله، بالذات ان السلايفا ما بتتحركش بيبتدي يحصل ديكاي ليها، بتدي طعم مسكر مر، ميكس خليط بين الاثنين دول، وبيبقى ساعات وحش قوي، العيان يحمل هم ان ابن عريقه ان الطعم وحش، الطعم الوحش ده بينزل على المعده يديك الاعراض بتاعه المعده اللي هنقولها بعد شويه. يبقى التست وحش نتيجه الامونيا، السميل العيان يمكن العيان بيتعامل على ريحته ما يكونش باله منها، القرايب اللي جنبه او هو جنبك وانت بتكشف عليه تلاقي ريحه الامونيا، دايما بنشبهها نقول ايه ريحه زي دوره مياه عامه ما بتتنضفش كويس، تيجي وانت خاش عليها هب وكده ريح، هو ده الامونيا سميل. لو فتح بقه تلاقي التان كوتد نتيجه بريسيبيتيشن اوف ذيس ماتيريال على التان، تلاقي وايت كوتد تانج، وتلاقيه ممكن دراينس لان السليبر جلاند افكتد، وما دام في دراينس وعندك اريتيشن باي ذيس ماتيريال يوريم، انا بقول امونيا انما في يوريميك توكسينز كتيره تانية موجوده في السلايفا، في ألسرز تلاقي عشيك كده من اجناب، وممكن دينتال كيرز تبقى موجوده. شوف بقى العين واحد مليان قصه، ممكن نتكلم عنها بس على عجال سوري. الاستومك هيبقى عنده جايب بور ابيتايت، جايب نوزيا، جايب فوميتنج، طبعا هو بيبلع ريقه طعم ريقه فظيع جدا، بيرجع يقوم الصبح من النوم قاعد يرجع، ودي عيان في الاول بيبقى عنده دينايل، تيجي تسأله يقول لك انا كويس وزي الفل، طب شهيتك انا باكل هو ما باكلش، تقول طب الترجيع ما اقدرش يخبي الترجيع لانه قدام عياله بيقوم يرجع، فالبومت دي مهمه قوي. ده ممكن تبقى سيفير قوي الجاستريك سيمتوم ده نتيجه ان الجاستريك جوز مليانه يوريميك توكسنز اريتنت، ممكن يجي بهيماتيميسيس نتيجه جاسترايتس وجاستريك اروجن، هنا ممكن يجي بهيماتيمس. ومن هنا اذا نزلت تحت يبقى عندي كونستبيشن، ان العيان بيبقى بوليوريك في اند ستيج يبقى عنده بوليوريا فيبقى كونستبيتد، وممكن يجي داريا العكس لان في سكندري انفكشن وفي ديبوزيشن اوف يوريا في الميكوزا والسب ميكوزا وتبقى سكندري انفكشن وتديك ألسرز فيجي بدايريا وديزنتري، ممكن يجي بليدنج بالريكتوم، تفرق عن الثانيه ايه. هنا هيجي بدم احمر يقول لك انا عندي اسهال وتعنيه ودم احمر يبقى البليدنج هنا، انما اسود يبقى جاي من الاستومك. تمام. طب ايه كمان؟ نيورولوجيك سريبرال، طبعا هيبقى اسباب السريبرال ده اسباب كتيره، ان السي اس اف والبرينتيشن مليان يوريميك توكسن، واليوريميك توكسن دي حاجات كتيره قوي، ما بنيجي نقول الكرياتينين بتاع العيان عالي او يوري عاليه، هو اكشوالي دي الحاجات اللي احنا بنقيسها في المعمى، انما يوريميك توكسن دي حاجات كتير، قعدوا يعدوا يعدوا وصلوا 500 ما عادوش بيعدوا بعد كده، سمول مولكيول ميدل مولكيول لارج مولكيول واسامي كتيره قوي، كل الحاجات دي موجوده مش كرياتين وبس، فالتوكسن دي موجوده في البرين تيشو في السي اس اف، زائد عنده ايه كمان؟ عندك الهايبوكالسيميا تاثر على النيرف والبرين، عندك الهايبرتنشن اثر على البرين، الانيميا تاثر على البرين، عشان كده بتاع عندي جايب هيدك دراوزنس انسومنيا وريفرسال سليب ريزم، يجي يقول لك طول بالليل ما بينامش وبالنهار منعوز، وممكن تبقى ادفانسد يبقى دراوزي ويخش في كوما يوريميك كوما، بس مش كل كوما في يوريميك يبقى يوريميك نتيجه ميتابوليك، ممكن يكون عندك هايبرتنشن انكفالوباسي او حصل ستروك هيموراجيك او ثرومبوتيك ستروك.
اهميتها طبعا ان التايم بتاع الهيموراجيك عاوز تلحقه بسيرجيكال انترفيرنس او ميديكال انترفيرنس، انما الكوما اليوريميك بتاعنا ده اهو انت بتخش بقى في دايلز وما شابه. غير البرين نيورو ماسكولار عندك تريمورز، عندك البريفر نيوروباسي نتيجه اليوريميك توكسن على النير، المسل تويتشز نتيجه انت عارف بقى ان ميتابوليك اسيدوزيس وكالسيوم وفوسفور وبوتاسيوم كل ده بيأثر على المسل، مسل تويتشز ممكن يجي بكونفولشنز ميننج نتيجه الهايبو كالسيميا او الهايبرتنشن هايبرتنسيف ستروك، المسل ويكنس نتيجه الميتابوليك اسيدوزيس والفيتامين دي ديفيشنسي والكالسيوم والبوتاسيوم ديس اوردر. يبقى ده النيورولوجيك. كارديو فاسكولار زي ما قلت لك المين كوز اوف مورتاليتي هو كارديو فاسكولار، وقلت لك اعتقد اتقالت كويس قوي بوضوح حكايه الكالسيوم والفوسفور والباراثيرويد وسوفت بون وهارد فيسن والكلام ده قلناه. انما بتكلم عن كارديو فاسكولار اتلارج بقى، عندك الانيميا، عندك الانيميا طبعا سببها معروف ان عندك الاريثروبيتين ما فيش سكريشن الاريثروبيتين ومش كده وبس، وعندك البور ابتايت والبور انتيك، وعندك البور ابسوربشن اوف فيتامين اند اير، وعندك البليدنج تندنسي. يبقى عندك اسباب كثيره الانيميا، عندك بليدنج تندنسي، عندك نتيجه بليدنج ديسفانكشن وكابيلاري فراجيليتي ممكن يجي بليدنج من اي حته، بالذات بقى مع شويه هايبرتنشن يزود الهايبرتنشن، وده ممكن نتيجه رينين انجيوتنسين، نتيجه اسكيميك كيدني او نتيجه سولت اند ووتر ريتنشن ممكن يدي هايبرتنشن. اليوريميك بيريكاردايتس احنا عارفين ان بيريكارديوم في بيريكارديوم فلويد فيري سمول اماونت اوف فلويد عشان تلوبريكيت البيريكارديوم اثناء السيستول والدايستول ما بقاش في فريكشن بين الفيسرال والبيريكارديوم والبارايتال بيريكارديوم، يبقى الحركه السيستول دايستول دي ناعمه قوي. هنا البريكارديال فلويد ده بيتجمع فيه يوريميك توكسين، تبتدي البريسيبيتيت على البريكارديال من جوه من انر سيرفيس وتبقى اريتيشن وتعمل انفلاميشن، فبعد ما كان ناعم قوي بقى رف، ففي رف سيرفيس وفي سيستول وداستول يبقى في فريكشن رب بتسمعه بالسماعه، وعن يجي يقول صدري بوجعني عند البريكارديال، ولو حطيت انما بعد كده الفريكشن رب ده اهو يبتدي اوز بلاد، يبتدي يبقى بدل ما هو دراي بريكارديتس يبقى ويت بريكارديتس، والبريكارديال افيوجن يزيد والبريشر يزيد جوه البريكارديوم، يبتدي الهارت مش قادر يعمل دايستول فالفينوس ارتيري هارت بينقص كارديك اوتبوت ينقص ويخش في تامبونات. لو انت دكتور فايق لقيت الظاهره دي موجوده، ضغطه بيقع والنجمين بتبقى دايليتد والهارت سايز زايد، وكان بيشتكي من شويه بريكارديال بين عملت ايكو، يبقى تحط قسطره نيدل في البريكارديوم يو كان ريسك لايف اوف يور بيشنت لو عندك امبيندنج تامبونال، دي بتبان بالايكو كويس قوي. غير كده كارديو فاسكولار هاي هارت فيلر لاسباب كتير، يمكن قلنا الانيميا ممكن تعمل هارت فيلر، هايبرتنشن هارت فيلر، اليوريميك بيريكارديتس، لا اليوريميك بايكارديتس ممكن تعمل كارديوميوباسي وهارت فيلر. اذا هارت فيلر هنا له اسباب كتير، ده الكارديو فاسكولار مانيفستيشن. شوف انت دلوقتي كارديولوجيست ونيورولوجيست وكنت بعد شويه سكين وجاسترولوجي بتاع النفرولوجي از بيست. كوتينيوس بتاع الجلديه اهو فيس از مادي، زي ما شفنا الصوره بتاعت هنشوفها مادي فيس، مادي ان هو مد جان مد اللي هو كان زمان نهر النيل بيجيب التربه الصفراء دي مادي. بيل نتيجة انه انيميك وبافي، تلاقيه الشكل ده عارف ان باكستانيين والهنود شكل الجلد بتاعهم كده، هو ده الماضي ارسي سالو يالو فيس، كل دي اسماء للكالر ده. زائد ايه ان بيل وان بافنس ده اليوريميك فيشز اللي هتشوفه من بعيد ده يوريميك بيشنت. الفيس ده ممكن شخص منه امراض كتير، ممكن ابص الفيس ده this is a end stage cirrhotic patient من وشه، ممكن وش اقول ده كونجستيف هارت فيلير، ممكن وش ورقبت اقول ده عنده اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، ممكن دراي سكين لان عندي بوليوريا وديهايدريشن وبروزس الجلد، ان هو صحه الجلد تيجي ان يبقى طري مويست، ان يبقى دراي يبتدي ايه
بروزس فيه دراينس بروريتس. البروريتس هارش، انا قلت لكم من الاسباب او من المانيفستيشن المشهوره قوي في عين السكر هي البروريتس. لو سالتني اكتر التحديات اللي بتقابلك في ان يور كلينيكال براكتس ايه في عينين رينا، هو انك بروريتس غير ان هي كومن وتبقى ريتيتنج ان بيشن. خد بالك تقول ايه يعني شويه اتشن، ده ممكن تكون انا شفت عيانين ممكن بيقضي الليل هرش، ممكن يجيب اولاد يقعدوا يهرشوا له، وساعات بيستخدم هارد اوبجكت، فبتبقى ساعات مايلد مودريت ساعات سيفير. ايه سببها؟ ده ميستري، غموض. في حاجات عارفينها، ممكن الدراي سكين في حد ذاته ممكن يعمل بروريتس. ده ممكن نتيجه فاكرين هايبر كالسيميا ترسب في السوفت تيشو في حوالين السنسوري نيرف تعمل بروريتس. الباراسورمون بيعتبر وان اوف يوريميك توكسن، ممكن يبقى اريتيشن النيرف يعمل بروريتس. وفي حالات تالت كل ده مش موجود وقاعد يهرش، ايش السبب؟ غالبا وان اوف يوريميك توكسن، بدليل ان العين ده مجرد ان يزرع الاتشن بيروح، انما ممكن يغسل يبقى الاتشن تفضل موجوده. اذا ده يوريميك توكسن اللي هو ما بتشالش بسهوله بالدايلايزر، هو سبب البروريتس. غير كده البربرا نتيجه كابيلاري فراجيليتي، يعني تلاقي جاي نقط حمراء كده في السكين والبينيتريت ديسفانكشن، او انفكشن السكين طالما انها دراي يبقى ان هيلثي، فممكن يجي انفكشن ادا كوتينس مانيفستيشن. ريسبيراتوري مانيفستيشن اسيدوتيك بريزن، فاكرين ما قلنا ان في ميتابوليك اسيدوزيس، فانت عاوز تتخلص من الهيدروجين ايون، الكيدني مش قادره تشيل هيدروجين ايون ده، ففي شويه بيروح البون وشويه بيخش جوه الانتراسيلر، وشويه هيدروجين ايون اللنج بتشيله عن طريقها بتوش السي او 2. انت عندك سي او 2 مع ميه يديك كربونيك اسيد، كربونيك اسيد كل ما بتزيح سي او 2 بتزيح كربونيك هيدروجين ايون بتاع كربونيك اسيد، فده ديفنس ميكانيزم اسيدوتيك بريزنج. مهمه يمكن احنا بقى عشان نخرج شويه كده، يعني احكي لك حكايه يعني عشان تخرج من الساينس ده. اسيدوتيك بريزنج مثلا ممكن قوي عن جاي بالصوت ده. اتذكر وانا نايم في مره من المرات وكنت انا في اوضه مع النائب زميلي كان بتاع انف واذن، هيزعل تراني توفيق ماشي، احنا قاعدين ما بنعملش حاجه، جانا عين في الاي سي يو، الحق انا عندي عين عنده سترايدر وهعمل له ايه تراكيوستومي. فنزلت معاه، انا كنت نايم بطنه بس كنت انترست بالكيدني برضه شويه، وراح شايفين عنه هو التورنجي اللي هيخش اوضه العمليات عشان تعمل التراكيوستومي. انا شفت المنظر ده، بس العين كان ارسلوك بيل بافي دراينس، قلت له اعمل كريتينين، طلع فير هاي كان 20، تخرب بيت ده ذيس نوت سترا، ده ذيس نوت اوبستراكشن، ده اسيدوتيك بريزنج. حكايه طبعا في اذن دخلنا عمليه تراكيوستومي هو اسيدوتيك بريزنج. اوكي نرجع، ممكن ريكارنت انفكشن، انت عندك ديسفانكشن في البنيتريت سوري النيمفوسيتيك نيوتروفيل والنيمفوسايت، كل الايميون سيستم ده بيبقى ديستربد باي يوريميك توكسن، الخلايا النيمفوسايتس والنيوتروفيل غرقانه في ميديا مليانه يوريميك توكسن، ريكارنت انفكشن. ديسنيا نتيجه غير الانفكشن، نتيجه الاديما والفلويد اوفر لود، او نتيجه هايبرتنسيف هارت فيلير ممكن. بلوريزي زي حكايه البريكارديوم، البلور ساك وشويه فلويد موجودين مع الانسبيريشن اكسبيريشن، الموفمنت ناعمه خالص، لو يتجمع بقى شويه يوريا تترسب على البلور سيرفيس يبقى رف دراي، فعن يجي يشتكي من بين في حته ان فيها فريكشن، تحط السماعه تنتقى الفريكشن رب مع الانسبيريشن، يعني يوقف نفسه تروح، خد نفس تزيد تمام. يبقى ده البالمونري مانيفستيشن. اوكلر مانيفستيشن يس يوريميك ريتينوباسي، ممكن يوريميك توكسنز الفظيعه دي، ممكن ايفن ساعات يجي سادن ترانزنت لوس اوف فيجن بنسميه يوريميك اماروزس ريد اي. انا قلت لكم حكايه ايه
بريسبتيشن بالكالسيوم في سب كونجنكتيفا يديك ريد اي، انت عين عين يوريميك وعينه حمراء كده، بيغسل عينه حمراء الاثنين تقوم تبص على الكالسيوم والفوسفور والبي تي اتش، ممكن يكون ده ديستيرب الكالسيوم سيت ميتابوليزم. ماسكل سكريتال مانيفستيشن، ماسل فاتيج اند ويستنج، اتكلمنا على النيوتريشن، على فيتامين دي، عن بوتاسيوم، على الكالسيوم وعلى اليوريميك توكسين تاثر على الماسل. بون ايك وفراكشر وديفورميتي شفناها، وانا قلت الميكانيزم كلها سوفت بون، قلت لكم حكايه سكندري والترشا هايبر بارا والميتابوليك اسيدوز ازاي بتعمل لك البون سوفت وسوفت تيشو. كالسيفيكيشن وريتكم صوره الكالسيفيكيشن فين، في الكيدني، في الهارت، في الكوندكتنج سيستم، في السكن، في كل حاجه. جونادال فانكشن يبقى في ديكريز ديبيدو امبوتنس، جينيكوماسيا ان عندك ديستربت التستوستيرون بيبقى واطي والبرولاكتين عالي، لان الكيدني بتشارك في الميتابوليزم اوف ذيس هرمونز. ممكن يكون عندي انفيرتيليتي ومنسترال ديس اوردر في الفيميل. الاندوكراين ديس اوردر يس، عند هايبر باراثايرويديزم وقلنا الميكانيزم بتاعتها، اللاك اوف ايبو اللي هو الريستروبوتين، لان الكيدني المين سورس اوف ايبو، وعشان كده وده سبب الايه الانيميا، وده السبب اللي بنعالج الانيميا هنا بايه، باي ريستروبوتين انجكشن. لاك اوف فيتامين دي، قلنا ان فيتامين دي ده عشان يبقى اكتف لازم تعمل هيدروكسيليشن، او اتش جروب في الكربونه رقم واحد في بتتم في الكيدني، في حين ان الكربونه 25 بتتم في الليفر. فلاك اوف اكتيفيشن اوف فيتامين دي بيديني قصه البون والسوفت تيشو. انكريز رينال اكتيفيتي، وحكيت الهايبرتنشن لان الكيدني تيشو اسكيميك فيبقى الرينال بيزيد. ديكريز تستوستيرون، عشان كده يبقى عندي الليبيدو والحاجات دي. انكريز برولاكتين ان امبوتنس منسترال ديس اوردر. جي هي انسولين دي مهمه جدا، ان الانسولين في شويه بريفر ريزيستنس، انما الاخطر ان الهاف لايف بتاعته بتزيد، ودي خطورتها ايه؟ ان بنشوف عيان عنده سكر وابتدى في رينال امبيرمنت، كل ما الكرتين بيعلى الهاف لايف بتاع الانسولين بيطول. فعشان كده من كل 10 عيانين بيجوا بقول انت عندك سكر، خد بالك انت كل ما الكرتين بيعلى سكرك بيوطى، فممكن سكرك يوطى، ممكن تخش في غيبوبه السكر. الجمله دي بقولها لعيانين، كل 10 بقولها لهم 6 منهم يقولوا احنا جالنا كده. اذا دي مشكله كبيره. العينين بتوع الدايابيتس لما بتدي معاه رينال امبيرمنت تعرف انك هتنقص دواء السكر باستمرار، بياخد باله من اعراض الهايبوجلايسيميا، بتقيس البلاد شوجر من فورمولا 1، زين لقيت السكر بيوطى وهتلتقاه بينزل، هتلتقى نفسك تنقص نقص نقص. غالبا اللي هو تايب 2 دايابيتس من كل 10 هتجي 8 وقفوا علاج السكر ماشي، واثنين لسه بياخدوا جرعات صغيره. طيب 1 هيفضل محتاج انسولين بس اقل بكتير من اللي كان بياخده، من الهاف لايف بتاعته زادت. القصه دي في البراكس مهمه جدا، خلوا بالكم منها. طبعا بالاضافه شوف اليوريميك سندروم اللي احنا قلناه، هات لي اي عرض في الطب ما هوش موجود. اذا انت بتتعامل مع كل الاعراض الموجوده في الانترنال ميديسن. جنب ده بقى تلتقى اعراض الكوز، عندك انت عنده ستون وباك بين بيجي ورينا كونيك من وقت اخر، عنده لوبس وبالتالي عنده هير لوس والكلام ايه ده، والفيشل اوريزيما، دايابيتس، عنده بقيه المانيفستيشن، يعني مانيفستيشن اوف ذا كوز. والصوره دي مجمعه الحاجات دي مع بعضها واحنا قلناها بالتفصيل الواضح. الصوره دي برضو بتبين لي ايه الاعراض زي ما انا قلتها، باينه هي ان الجاسترو انتستاينال ونبافي في شاف الوقت كنت طني ده، ونسينا نقوم هيكف ده فراجما هيكف ممكن يجي بزغطة بس في أدفانس ديوريميا. شوف البافي فيس ده ماشي، شوف الماسل تويتش، شوف الكونفانجنس اللي ممكن تيجي، شوف الأنيميا، البريكارديتس، الهايبرتنشن، البروتونوريا، الكاست، الريتينوباسي، البيربرا، الإتشنج، يوريميك لان، كل ده موجود في الصورة دي. ده واحد عنده طبعا سويت مليانة، سويت جلان بتفرز العرق مليان،
هما عرق بيعرق في الصيف والمية تتبخر يتبقى عندك ايه البودرة البيضة دي بنسميها يوريا فروست موجودة على رقبة العيان يعني. تبقى عارف لو لقيت البودرة دي شايف عينها عندها حمرة ساعة ما تشوف عينها على الدياليسيس أو سيكي دي عينه حمرة كده بص على الباراثيرويد واحنا اتكلمنا في الكلام ده السوفت تيشو كالسيفيكيشن. طيب الانفستيجيشن سهله يعني اداه اليورين بنعمل تيست بتشوف بقى في بروتينوريا في هيماتوريا في بايوريا في كاست البلاد بتشوف الكرياتينين قد ايه بتشوف الانيميا اخبار ايه اليوريك اسيد الكالسيوم الفوسفات البي تي اتش الالترا ساوند تدور على الكيدني سمول اتروفيك في ستون ولا ما فيش تدور على الايتيولوجي كل دي انفستيجيشن ممكن اعملها في عيان السي كي دي بيشن. دي بعض الصور قلنا التفاصيل ده عنده ستاج هورن هو ده عيان بريكاردال افيوجن شايف الهارت عامل ازاي والبوردر بتاعته اكنك راسمها راسم جبت راسمها بقلم رصاص كده اهو خط مستقيم نورمال يعني لازم يبقى فيه الفنتركن ده دايليتد والاتريوم ده ما يبقاش رسم كده بنسميه ستنسل بوردر لما تلتقى في الاكس راي ستنسل بوردر فكر في بريكاردال افيوجن روح اعمل ايه ايكو كارديوغرافي وبص على النكة تلاقيها دايليتد تشوف بلاد برشا ممكن بينقص وفي عنده اديما. طب المانجمنت يبقى احنا شوف بقى رحله طويله قلناها لمينا الموضوع ده كله بدءا من الديفينيشن والستيجز الايتيولوجي الباثوفيسيولوجي الكلينيكال مانيفستيشن والانفستيجيشن احنا اخر حاجه اللي هي المانجمنت. لو فهمت الباثوفيسيولوجي كويس ان انا قلته هيبقى المانجمنت سهل بالنسبه لك. انا برضو لما اجي اقول مانجمنت انا بحب ابقى سيستماتيك ستيب 1 2 3 ما يبقاش كلام كده منطر قدام على المكتب اخد واخد واخد دي. لا انا لازم اكون منظم عشان كده بقول ايه لما اجي عن سي كي دي بيبقى عندي 4 ستيبس شود بي ادوبتد فور بروبر مانجمنت اوف بيشنت ويز كرونيك كيدني ديزيز. اربع ايه الخطوات دي تتنقل من خطوة للتانية. اول حاجة بتيجي تقول ايه العيان ابو كرياتين 4-5 ده is it actually chronic ولا acute تفرق لان acute بتدار على كوز وتعالج ممكن يرجع نورمال انما سيكي دي ده خش في رحلة طويلة لا تنتهي ف confirmation of chronicity of سيكي دي اول حاجة. طب ازاي اخد history مثلا A long history of renal disease suggest خد بالك بقول suggest مش diagnose بخلينا أميل أكتر chronicity while absent previous history suggest acute يعني عيان يقول لك أنا كنت زي الفل وجايب كرياتين دلوقتي 4 خلاص تمشي أكتر acute إنما عيان يقول لك أنا من زمان عندي حصو وزمان عندي باخد مسكنات suggest إحنا في مرحلة suggestion في حاجات قاطعة عشان كده بقولك لما تقابل عيان ثلاث حاجات ما يتنسوش كرياتينين يورين ألترا ساوند أهم حاجة. طيب عشان كده ألترا ساوند مهم اهو كيدني سايز بالألترا ساوند سمول أتروفيك كيدني انتهينا يعني انت كرونيك فيفر دياجنوز بكرونيك رينال فيل أو سي كي دي يعني للأسف هو نورمال سايز ممكن يكون ده أكيوت خد بالك بتوع الديابيتس والاميلود قلت لك ايه ممكن الكيدني سايز نورمال ايفن نورمال ايكو ان عشان كده بقول ايه ده ممكن يكون اكيوت انما اكيد اتروفيك كيدني يبقى كرونيك. الماجنيتيود اوف انكريز في السيرم كرياتينين ان ريليشن تو بريزنتنج سيمتوم يعني عيان جاي الكرياتين 12 وبقول انا ما بشتكيش من حاجه ده كرونيك لان عيان كان نورمال 12 ده عيان بقى الجسم متعرض لتغييرات فظيعه جدا في فتره قصيره لازم يبقى فيري سيمتوماتيك نوزيا فوميتنج فيتس كونفولجنز انما كرياتينين عالي وسنتو ايه بلا كرونيك انما افرض عيان كرياتين ينوبك 2 3 ومتبهدل تبقى تمشي اكتر مع اكيوت ماشي وجود بقى هايبر فوسفاتيميا اوستو ديستروفي تمشي اكتر مع كرونيك لا بس ممكن ساعات تبقى اكيوت لو انا عنده هايبر بارا برايمر هايبر بارا وعامل هايبر كالسيميا عملت لي كل الدوشه ودي عملت اكيوت انما غالبا بتبقى مع كرونيك. وجود انيميا
اكتر مع كرونيك، انما ممكن عين اكيوت عنده ناس كتير عندها انيميا وجالها اي حاجه اكيوت، انما بتفيفر اكتر الكرونيسيتي. تاخد هيستوري من عيان وتشوف اليورين والبلاد والالترا ساوند، غالبا حسب خبرتك تقدر تقول دي كرونيك. كل ما خبرتك اكتر تقدر توصل لنسبه اعلى دي كرونيك مش اكيوت، لان بتبقى مستيك رخمه جدا انها تشخص عن كرونيك. ودي احنا لما كنت اقول كلينيشن جينك عيان بقى الناس مشخصاها كرونيك وانت شخصت اكيوت واديت علاج ديفينيتيف وعند رجع نورمال، دي انتصار كبير ليك، انما خزي كبير لان ايه شخصه كرونيك، لان قاعد يكلمه بقى على الدياليسيس. عشان كده لازم تجتهد، انما خد بالك مهما كنت خبره، انا شخصيا خبرتي الطويله دي ممكن عاني جيلي ابقى مش عارف اكيوت ولا كرونيك، طبعا نسبه بسيطه قوي من العينين. عشان كده بنقول ان احيانا بنضطر نقول نعمل بايوبسي. فالبايوبسي بقى لما يكون ايه كل ده ما جابش نتيجه فتقول انا هعمل كرونيك عشان اشوف اكيوت ولا كرونيك. انما برضه خد بالك ساعات ابقى عارف ان هو كرونيك، انا عنده اتنين كرتين اتنين او ثلاثه، بعمل بايوبسي عشان اشوف ايه الكوز عشان لما هزرع، او ممكن انتقى كوز ويتش كود بي ريفرسد زي ما هنقول في ستيب 2 بعد شويه. اذا البايوبسي هنا بيكون ذات خبره بتعوزها اقل، انما بقى لها فوائد في بعض الحالات تكون فيرم كورونيستي، and sometimes you can it can help to diagnose the etiology of kidney disease. إذن أول step one confirm كورونيستي. طب أوكي أنت دلوقتي confirm كورونيستي، يعني وين سبق حكاية الأكيوت ده، طب أنت كرونيك هتعمل إيه؟ يبقى step two search for a reversible factor. يعني إيه؟ لأن ممكن عن جانب كرتين 7 8 9 واضح احنا قربنا من غسيل، تدور على ريفرسنج فاكتور، يروح راجع يبقى ايه بدل ما انت على وشك تغسل ترجع يبقى 2 أو 3 لقط نفسك هتغسل بقى بعد 6 شهور سنة سنتين. وريفرسنج فاكتور اذا مهم جدا انك ودي بتفرق من دكتور عن دكتور، انك تفحص في العيان، تدور في العيان اشعاعات وتحليلات وهيستوري الدراجز اللي بياخدها. يعني مثلا ممكن تلاقي عيان، اديك نموذج عيان مثلا كبير في السن وبتديه دايوريتكس وبتديه كابوتين معاه، جايب كرياتين 6، ممكن اول وقفت الكابوتين وعملت له هايدريشن واديته دواء ضغط تاني ماهوش اس ولا ار، الكرياتين يروح نازل 2، فشايف ده ريفرس. فنمرة 2 لازم تدور على ريفرسبل فاكتور. طب قلنا بقى ريفرسبل فاكتور بقى عن بعضها، ذيس فاكتورز ار كلاسيفايد اس فول بري رينال رينال بوست رينال، زي ما بنتكلم عن اكيد كدني انجري زمان. بري رينال زي مثلا باي لاترال رينال اوتري سينوز، يعني عيان كبير في السن عنده 70 سنه جاي بسرعه كده خشنك في رينال فيلر وكان من 6 شهور كان حلو قوي، يبقى فكر باي لاترال رينال اوتري سينوز. هنا اهميتها ايه؟ لو عملت دايلاتيشن هي ريزيوم سم اوف كيدني فانكشن. طب ايه تاني؟ سيفير كاردك فيلر، ما هو مع هارت فيلر الكاردك اوتبوت بينقص، البرفيوجن اوف كيدني بينقص، اما تصلح الهارت فيلر الكيدني بلاد فلو هيتحسن. مالجنت هايبرتنشن ده كارثه على الكدني، ظبط الضغط الكدني ده ممكن يعمل اكيوت وممكن يعمل كرونيك او ريفرسبل يعني. فمالجنت هايبرتنشن عالجه، الهايبرتنشن ظبطه، ديهايدريشن هايبوفوليميا شفنا عينين كتير جاب كرياتين 6 7 كان ديهايدريتد نتيجه اني كوز فوميتنج دايريا اي حاجه، لما ظبطت الديهايدريشن فوجئنا ان 7 بقت 2. فده بري رينال ريفرسبل فاكتور. رينال زي اكتف جرمان ديزيز عن جايب لوبس فلير لوبس اكتيفيتي وكرتين 4 عالجت اللوبس اجريسيفلي هيرجع لواحد او 1.5. اكتف تبي انترستيشال ديزيز عن قاعد ياخد اسبرين او نون سترويد انتي انفلاماتري وقف الحاجات دي ممكن تلاقي كرتين رجع شويه. بايلونفرايتس عالج لو هي اكيوت بايلونفرايتس او اكيوت اون كرونيك عالج انفكشن يومي كرتين يرجع لورا شويه. بوست رينال بتدور على حاجه عامله اوبستراكشن ستون ستريكشر ممكن، او شفنا عينين سنان بروستاتيك انلارجمنت جايب ريتينشن از اوفر فلو ممكن تعمل اكيوت رينال فير ممكن اكيوت اون كرونيك. فبتدور على يبقى ستيب 2 في عين كرونيك خلاص شوف ريفرسبل فاكتور تكسب ارض. طب خلاص انت ده كرونيك وكسبت الارض، انما هو لسه عنده سي كي دي 2 3 4 5 اي حاجه من الحاجات دي كرياتين حاجه من دي.
طيب يبقى انت بتعمل بقى كونزرف تريتمنت لكرونيك رينال فيلر، عاوز تظبط العيان، مش كل عيان رينال فيلر هتقوم يروح يعمل دايلسيس او يروح يعمل ترانسبلانتيشن، ممكن بقى بتظبطه بحيث يقعد معاك ست شهور سنه سنتين قبل ما يخش في القصه الثانيه دي. ايه هو الكونزرف تريتمنت؟ دايتري، دايتري البروتين، احنا عارفين معظم اليوريميك توكسين بتيجي من البروتين، فالبروتين ريستريكتد تو هيز فيسيولوجيك نيدز، اللي هي من 6 من 10 ل 1 جرام بير كيلو جرام بالويت بير داي، يعني بساتيسفاي الفسيولوجيك ريكويرمنت بتاعته. بتقول انا خد بالك انا بديك حقك، هتاخد اكتر من حقك ليه، هو جسمك عايز كده، غير كده بيبقى بديك افرازات لا داعي لها، تقنعه يعني. فلويد لازم العيان ما يبقاش يبقى اي فوليوميك، ما يبقاش هايبر او هايبو، كلاهما هيأذي العيان. هايبو هيعمل لي ديهايدريشن واسكيما واجريفيتد يوريميا، هايبر هيعمل لي اديما وهارت فيلير برضه ياثر على الكبد برضه. وده انك انت بتعرف ايه، بتديه فلويد بتقول له انا عايزك تشرب ميه تكفيك. ازاي؟ والله العيان ما عندوش مشكله بسيبه براحته، انما عيان غايب انه جيم ديهايدريشن انه بوليوريك او عيان اوفر لود لان دايما عنده اديما، لا بقول له بقى خد الميه بتاعت جسمك قد ايه، اللي هي تشوف يورين قد ايه، بيجيب لتر، يبقى ده لتر زائد الانسنسبل لوس اللي هو بيفقده عن طريق النتح العرق، والنفس بتاعنا ده في ميه والعرق بتاعنا في ميه، فبديه حجم انسنسبل. انسنسبل ده يعني ايه؟ يعني مثلا لو واحد وزن 70 كيلو مثلا تقريبا بيعوز 600 سنتي، يعني هو بيجيب لتر ونص زائد 600 يبقى عاوز ايه 2100، دي الفلويد اللي هياخدها في بقه. افرض عنده سخن، لو سخن طبعا هيعرق اكتر، يبقى كل درجة حرارة ياخده 200 سنتي، يعني لو واحد حرارته 38 يدي بقى أدى 200، وهو وزن 70 أدى 200 و600 يبقى أدى 800 and so on. يبقى بتحسب له الفلويد ريكويرمنت أدى الفلويد. الكترولايتس طبعا لو هايبرتنسيب يدي من تصحيح ريستريكت الصوديوم، لو هو أوليجوريك خايف من هايبركاليميا أبعد عن حاجات اللي فيها بوتاسيوم. الكالوري لازم أدي سفيشنت كالوري، تمام. يبقى ده اول حاجه في كونزرفتريت من الدايت. طبعا خد بالكم الدايت ده عليه بحضرات، انا بجيب الاساسيات. البون تريت بون ديزيز اللي هي قصه اللي احنا قلناها دي بتاعت الهايبر فوسفاتيم، انا لازم زي ما اتفقنا بتبتدي بهايبر فوسفاتيم يا ريتينشن، ثم هايبو كالسيما، ثم هايبر بارا سكندري، ثم تيرشري، ثم نخش في الدايناما بتاعت السوفت تيشو كالسيفيكيشن والسوفت بون. فابتدي اضرب نمره واحد اللي هي هايبر فوسفاتيميا، انزل فوسفات باني بدي فوسفات بايندر. في فوسفات بايندر في قديم قوي الالومنيوم هيدروكسايد، ما عدناش بنستخدمه عشان التوكسيسيتي، انما حديثا ابتدينا نستعين بيه احيانا. يليهم بقى اي حاجه ايه، كالسيوم كربونات او كالسيوم اسيتيت. دي فوسفات بايندر عشان تمسك في الفوسفات في الدايت وتدي نون ابزوربن كومباوند وتنزل ايه مع ستو كالسيوم كربونات. في فوسفات باندر جديده زي ريناجيل وحاجات زي كده، دي لها محاضرات تانية مش هخش فيها، انا بنرجع ليها لما يكون واحد عنده ايه هايبر كالسيميا خايف منها، فبدي نون كالسيوم كونتينينج فوسفات باندر. يبقى بوطي اذا التارجت بتاعي الفوسفات اوطيه. طب الكالسيوم واطي او مادي سببه ايه؟ الفوسفات انا وطيته. ايه كمان؟ فيتامين دي او مادي اكتف فيتامين دي. احنا قلنا انا عاوز الفيتامين دي اللي فيه كربونه واحد فيها او اتش، فدي 1 الفا هيدروكسي فيتامين دي اللي هو اسمه في السوق 1 الفا، ولو جينيركس باسماء اخرى، فبدي 1 الفا جاهز بحيث يحط بقى الليفر يحط لي الكربونه 25 يبقى انا عندي اكتف فيتامين دي. وبدي الدوز بتاعتي من 25 من 100 مايكرون 1 مايكرون حسب الكالسيوم، ببص الكالسيوم واطي ازود عالي انقص، وطبعا ببص على الفوسفور. يبقى بدي بظبط الهايبوكالسيميا بين فيتامين دي كمان. لو في اسيدوز انا قلت لكم اهميه الاسيدوز وخطورتها على البون والهارت والمصل والحاجات دي، فبدي صوديوم بيكربونات كتريتمنت ليها، وبقول لها يعني خد بالك ده مهم مش 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 دواء اي حاجه. طبعا لو انا ظبطت الكالسيوم والفوسفورس ده هيظبط لي السكندري هايبر بارا، انما لو انا في التيرشري يبقى انا هضطر اعمل سيرجري. بعمل ايه؟ بحوش الاربعه جلاند
واختار واحده منهم which appear healthy، اخد نصها واحط سبكوتينيوس في اي حته، في الانر اسبكت اوف ذا ساي، في الارم، بحطها في حته ابقى عارفها بحيث اتابع، لان ممكن النص جلاند ده ممكن في ظروف يوريميا ما بتطول، ممكن هو كمان يبقى اوفر اكتف، ابقى انا عارف مكانها اقدر اطلعها. يبقى قلنا فوسفيت بايندر، اكتف فيتامين دي، اصلح الميتابول ازيدوزس، ابص على الباراثايرويد واسيطر عليها في الستيج بتاع السكندري، واشيلها في الستيج بتاع الترشري. الانيميا بنعالج الانيميا طبعا، بنعالج ايه؟ احسن اليوريميك ستيتس بتاعت العيان، ادي دايت فيه فيتامينز، ادي فيه ايرن، فيه كابر، مغنيسيوم، بي 12 ماشي، وبروتين دايت ادي. في ناس بتقول ما تاخدش بروتين، ده غلط، لازم ياخد الفيسيولوجيك ريكويرمنت عشان الانيميا دهيا. كل ده ما ينفعش، وغالبا في عينين سي كي دي ما بينفعش، بتعوز مساعده. يمكن الايرن ان انا بدي اورم ما امتصش، ما ادي على حقن ايرن، ممكن اعوز ادي ريسيربيتين. قلنا سبب الانيميا هنا من ضمن الاسباب الرئيسيه lack of secretion of ريسيربيتين. طبعا البلاد ترانسفيوجن كان هو الشائع، ما عدناش بنديه دلوقتي، ان ما زلنا بنزنق احيانا ونعوز ندي دم للريسيربيتين. ما انت بتديه بتدي ديك افكت افتر ويكس. طب عندك عين بكريتيني جانك بانيميا هيموجلوبين 5 وديسنك وفتيك، الريسيربيتين مش هيفيدك، مش هيسعفك، فبتدي تضطر تدي بتدي بلاد ترانسفيوجن، مع انك عارف الريسك بتاعته، انما تعمل كروس ماتش كويس وتعرف الدونر كويس. طبعا مشكلتنا العيان هيزرع، عشان كده بنبتدي نحاول سو فار ان العيان اسيمبتوماتيك وهيزرع في المستقبل، اخلي بلاد ترانسفيوجن يعني ابعده بقدر ما استطيع. لو اضطريت اديه، في تكنيكس بقى نعملها كده عشان نمنع السنسيتايزيشن بتاع العيان، بس ده مش وقت. سيمبتوماتيك تريتمنت، اشوف بقى عنده ايه اديه، عنده هايبرتنشن اظبط الضغط، عنده ايتشنج طبعا لازم اعالج الكالسيوم والفوسفورس والباراثايرويد، غير كده دراي سكين ادي سوزن كريم، ممكن ادي انتي هيستامينيك، ممكن ادي بريجابالين، وممكن زي ما قلت لك في حالات مهما تعمل كل الكلام ده بقى في ايتشنج. فمشكله كبيره، نقطه ابحاث، ودايما احنا كاطباء ندور ايه الجاب فين، التحدي فين، ونكرييت ريسيرش بروتوكول، نفضل طول عمرنا في دماغنا ريسيرش، طول عمرنا ما نفرحش باللي احنا عارفينه، نفرح بس ندور على احنا مش عارفينه ونعتبره تحدي، وندور على معلومات جديده وافكار جديده. بعد كده جي اي تي مانيفستيشن، واحد بيرجع بتدي بروتون بامب، بتدي انتاسيدز، انتي ايميتكس. طيب في النهايه بقى عملت كل الكلام ده، الستيبس دي كلها عملتها، وفي فيلير او كونزرفتيف تريتمنت، يعني عن رغم كل ده باد بور ابيتايت، نوزيا وفوميتنج، باد جنرال كونديشن، ديسنيك، فاتيج، this is an indication of renal replacement therapy، اللي هو بقى dialysis وtransplantation. انا بقرب انتهي اهو. طيب renal replacement therapy then step 4، this include dialysis and hemodialysis opportunity dialysis or renal transplantation، an early indication of renal replacement and good nutritional support provide better response to treatment، less morbidity and mortality. بس خد بالك الايرن انشيشن ده يعني عن ابتدى يدي مانيفستيشن ويوريميا، ما تجيش تقول لي يعني عن مثلا ستيج 5، انما هي از جود، مش يعني اعمل دايلس، ممكن اعمل ترانسبلانتيشن، انما مش شرط اعمل دايلس. لما يبتدي يبقى سيمبتوماتيك اعمل، مش يبقى سيمبتوماتيك واقعد بقى عافر كمان كمان كمان، ما انا عارف اني اخش على دايلس، ما دام ابتدى يوريميك سيمبتوم بالشكل ده ابتدي دايلس عموما عشان ما تتعبش نفسك. يمكن اخر شريحه حمراء يعني قربنا نخلص يعني، او يعني خلصنا تقريبا بمعلومه ايه، وانس ان عيان وصل كريتين 8 10، يعني انت في ستيج 5 ادفانس، يمكن 5 خش على 5 دي، ذا تايم اوف انيشيشن اوف دايليسيس
for symptomatic uremia is often within 1 year. يمكن ربع الحاجات دي 3 months. طب أهمية إيه؟ ابتدي أعمله فيست بقى. حتى يمكن واحد يعترض يقول يا هتستنى لغاية 8 ماشي 7 6 أعمل فيست. العبرة إنك بتشوف البروجريشن بتاع العيان بتاعك. يعني ممكن عيان عند يوصل 8 ما عملوش فيست، لأن ساعات الفيست بتبقى لوست، يجي معاد الغسيل يبقى لوست ثرومبوز. عيان شايف إن هو very very slowly progressive، عيان تاني progressive أسرع منه، ده ممكن أعمل فيستولا عند 6، ده ممكن أعمل فيستولا عند 8 أو 9 أو 10. المهم يبقى في دماغي لما أحس إن عيان بيقرب مني أعمله vascular access. يبقى كده اليوريميا chronic renal failure السي كي دي كسندروم من بدءا من الديفينيشن لستيجز and pathogenesis, etiology, pathophysiology, investigation, clinical manifestation, management. قصة الريبليسمنت ثيرابي دي تبقى محاضرات أخرى هتتقال، إنما كده أنا أعتقد في الفترة الزمنية دي قدرت أنملكوا الموضوع بحيث تقدر لما يقعد قدامك عن سي كي دي ما تتخضش، تقدر تفكر فاهم المشاكل إيه هي وجت منين وإزاي أتعامل معاها. وثانك يو.